طيب اوكي، هنبدأ المحاضرة مع بعض، وبعد كده لما اي حد فيكم يبقى عنده question او اي حاجة، انا كل كام سلايد كده هقف واسأل لو حد عنده اسئلة، يعني نجاوب عليها على طول في ساعتها. ماشي. النهاردة احنا بنتكلم عن ايه؟ النهاردة اول محاضرة في المادة الجديدة بتاعت الترم الثاني CES 262 اللي اسمها Geotechnical Engineering 1. المحاضرة هنتكلم فيها النهاردة على السويل كومبريسيبيليتي والكونسوليديشن، او السويل سيتلمنت اللي هو الهبوط بتاع التربه. الكلام ده تكمله على الكلام اللي احنا خدناه الترم الاول. الترم الاول كنا عرفنا كده شويه بيزكس عن الجيولوجي بتاعت السويل، وعرفنا السويل بنعمل لها كلاسيفيكيشن ازاي، وبنعمل والفوليومتريك ريليشنز، والميه البرميابيليتي جوه السويل، واتكلمنا عن الاستريسز سواء التوتال والافكتيف اللي هي الانترنال ستريسز جوه السويل، او ازاي نحسب الاستريسز اللي جايه من الاكسترنال لودز بتاعه التربه، لاين لود، بوينت لود، الحاجات دي كلها. والحمد لله النتيجه بتاعتكم في الامتحان كانت زي الفل، يعني نتيجه كويسه جدا. يعني هنبدا النهارده بقى في الكونسوليديشن. الترم ده يا شباب اتقل شويه من الترم اللي فات، او اتقل كتير بصراحه من الترم اللي فات. هنتكلم فيه بقى على شويه ابلكيشنز بتحصل جوه التربه. اول حاجه، ايه موضوع الكونسوليديشن، او يعني ايه سويل كومبريسيبيليتي؟ التربه زيها زي اي ماتيريال في الدنيا، هي بيحصل لها اي ماتيريال في الدنيا لما بيأثر عليها اي ستريس لازم يحصل فيها ديفورميشن. حديد او خرسانه او اي حاجه لما بنأثر عليهم بلود بيحصل فيهم ايه؟ تشكل او ديفورميشن. السويل نفس الفكره، لما بنأثر عليها بستريس خارجي بيجي يحصل فيها شويه ديفورميشنز. الديفورميشنز اللي بتحصل جوه التربه دي بتبقى شكلها عامل ازاي؟ لو افترضنا ان انا عندي عينه من التربه سويل سامبل زي اللي انتم شايفينها دي، ما حطيناش عليها اي حمل، بيبقى ليها فوليوم معين وشكل معين. لما بنأثر على العينه دي بحمل زياده او ستريس زياده بيبدا يحصل فيها شويه ديفورميشن، ان الحجم بتاع العينه بيقل شويه، السطح السفلي بتاع العينه بيبدا يحصل فيه شويه هبوط. الهبوط ده هو ده اللي احنا بنسميه السيتلمنت بتاع السويل. يبقى السيتلمنت او الهبوط بتاع التربه هو فرق الحجم اللي بيحصل في عينه التربه لما بنأثر عليها باحكام خارجيه، باحمال خارجيه. فرق الحجم اللي بيحصل في عينه التربه نتيجه التاثير عليها باكسترنال لودز، اللي هو احنا هنا في الرسمه دي عاملين عليه علامه اللي هو الاس ده. ده اللي احنا بنسميه سيتلمنت اوف سويل. الهبوط ده بيحصل ليه؟ لكذا سبب. اول سبب، ممكن يحصل هبوط نتيجه ان بيحصل ديفورميشن في السويل بارتكلز نفسها. نفتكر كده ان التربه كانت دايما بتتكون من ثلاث مكونات او ثلاث حاجات رئيسيه. كانت التربه بتتكون من سوليدز اللي هي السويل بارتكلز نفسها، حبيبات التربه، وكان في من بين الحبيبات دي وبعضها في فراغات اللي هي الفويدز. والفويدز دي كانت بتبقى جزء منها فيه هواء او جزء منها فيه ميه او الاثنين مع بعض. يبقى التربه كنا بنقسمها لسوليدز ووتر واير. اول سبب من اسباب الهبوط اللي بيحصل في التربه او الديفورميشن اللي بيحصل في التربه لو بنأثر عليها بلوت، ان السوليد بارتكلز نفسها بيبدا يحصل فيها هي نفسها تشكل، وان كان ده بيبقى قيمته قليله قوي، بس هي نفسها بيبدا يحصل فيها تشكل. يبقى ده اول سبب ديفورميشن بتاع السويل بارتكلز نفسها. تاني حاجه، الحجم الفراغات اللي موجود في التربه بيقل، اللي لما بنأثر بحمل بتبدا حبيبات التربه تقرب من بعضها اكتر، فبتصغر حجم الفراغات اللي موجوده ما بين الحبيبات دي وبعضها. تالت حاجه، الريديستريبيوشن اوف سويل بارتكلز، بمعنى ان نتيجه التاثير بحمل ثابت لفتره زمنيه طويله على التربه بيبدا البارتكلز بتاعت السويل يحصل فيها حركه وتعمل لها تعمل لنفسها اعاده توزيع بطريقه معينه، ويحصل بينها وبين بعض زي انترلوكينج كده، تبدا تخش الحبيبات تقرب من بعض وتلف حوالين نفسها لغايه لما توصل لشكل معين تقدر تتحمل فيه الاحمال دي كلها. دي بنسميها redistribution of the soil particles، وده تالت سبب بيحصل عنده settlement. يبقى settlement ممكن يحصل نتيجة الديفورميشن بتاع soil particles، ممكن يحصل نتيجة الريدكشن بتاع الفوليوم بتاع الفويدز، وممكن يحصل نتيجة redistribution بتاع soil particles. طب انواع settlement اللي بيحصل في التربة ايه؟ اي تربة لما بنأثر عليها بحمل بيحصل فيها او ممكن يحصل فيها
ثلاث انواع للهبوط. الهبوط الكلي اللي بيحصل في التربه او كل اجمالي الهبوط اللي بيحصل في التربه ده بنسميه التوتال سيتلمنت، اس كده وتحتها تي صغيره، التوتال سيتلمنت او الهبوط الكلي اللي بيحصل في التربه اللي هو التوتال ديفورميشن يعني. ده بيتقسم لثلاث حاجات. اول حاجه فيهم اللي هي الاميديت سيتلمنت، اميديت سيتلمنت ده اس وتحتها اي صغيره كده. اميديت سيتلمنت معناه الهبوط اللحظي. الهبوط اللحظي ده بيحصل باين من اسمه ان هو بيحصل بمجرد ما نأثر بالحمل. اول ما بنحط حمل جديد على التربه بيحصل في لحظتها في ساعتها على طول هبوط مفاجئ في التربه، ده بنسميه الاميديت سيتلمنت. والاميديت سيتلمنت ده عاده بيكون لسببين، ان حجم الفراغات اللي مليانه هواء جوه التربه بيقل، يعني احنا اتفقنا ان التربه فيها سوليدز وموجود فيها فراغات، الفراغات دي جزء منها هواء وجزء منها ميه، فاللي بيحصل ان حجم الفراغات اللي فيها هواء بيقل، يعني في شويه هواء بيطلعوا من بين الفراغات، فالفويدز حجم الاير فوليوم اير بيقل، وبالتالي بيبدا يحصل هبوط شويه في التربه. تاني سبب ان يحصل ديفورميشن في السويل بارتكلز نفسها. الهبوط اللي بيحصل نتيجه الحاجتين دول ده بنسميه الايميديت سيتلمنت. تاني نوع سيتلمنت وده اللي هنركز عليه النهارده اكتر شويه اللي هو اسمه البرايمري كونسوليديشن سيتلمنت. كونسوليديشن كلمه كونسوليديشن لوحدها بالعربي اسمها تضاغط، ماشي؟ فده اسمه التضاغط الابتدائي primary consolidation settlement. طب consolidation settlement ده بيحصل نتيجة ايه؟ ده بيحصل نتيجة حجم تغيير او تقليل في حجم فراغات المية اللي موجودة جوه التربة، بمعنى ان جزء من المية اللي موجودة جوه التربة بيخرج بره الفراغات، بيخرج بره التربة، فالفوليوم ووتر بيقل، فيبدأ حجم التربة الفوليوم التوتال بتاعها يقل، ماشي؟ الكونسوليديشن سيتلمنت ده عكس الايميديت سيتلمنت في نقطه ان هو بياخد وقت كبير قوي عشان يحصل، وده هنعرف ليه واحنا شغالين بنشرح. بس البرايمري كونسوليديشن سيتلمنت ده مش هبوط لحظي، مش اول ما بنأثر بالحمل بيحصل الهبوط ده، ده بياخد فتره زمنيه كبيره عقبال ما يحصل، بيحصل تدريجيا على مدى فتره زمنيه كبيره. تالت نوع من انواع الهبوط اللي بيحصل اسمه سكندري كونسوليديشن سيتلمنت، اللي هو احنا بنسميه كريب. كريب اللي هو الزحف، وتهيألي انتوا خدتوا عنه فكره في الخرسانات قبل كده، ده اس وجنبها سي صغيره، كريب سيتلمنت. اوكي، طب الكريب ده بيحصل امتى؟ ده بيحصل لما بنأثر على التربه بحمل ثابت لفتره زمنيه كبيره، بيبدا يحصل فيها زحف او يبدا يحصل فيها كريب، وهو من السبب الرئيسي بتاعه الريديستريبيوشن اللي بيحصل في السويل بارتكلز، بيحصل فيها ريديستريبيوشن بيحصل في السويل بارتكلز. احنا قلنا الهبوط بيحصل لثلاث اسباب، يا اما بيحصل ديفورميشن للسويل بارتكلز نفسها، الحبيبه نفسها بيبدا يحصل فيها تشكلات حجمها يصغر شويه، ماشي؟ الحبيبه نفسها بيحصل فيها شويه تشكلات، ده تبع الايميديت سيتلمنت. يا اما بيحصل تغيير في حجم الفراغات اللي جوه التربه، حجم الفراغات اللي جوه التربه بيقل، وده بقى حسب، لو الفراغات اللي قلت دي كانت هوا، كانت في فراغات الهوا، يبقى ايميديت، لو الفراغات اللي قلت دي كانت مليانه ميه يبقى برايمري كونسوليديشن. وتالت سبب اللي هو redistribution of the soil particles، وده بيحصل في الكريب، ماشي؟ قبل ما نخش كده بالراحة على اللي وراء، اللي عنده بقى أي أسئلة يا ريت يرفع إيده. خلاص يا شباب اللي كانوا رافعين إيديهم عشان المحاضرة تبدأ، خلاص يعني خلاص دي خلصنا. أي حد بقى عنده سؤال يرفع إيده يا ريت. تمام، بصوا هو لسبب او لاخر انا مش فاهمه قوي، انا مش عارف اسمع ولا واحد فيكم، ما مش عارف ايه السبب يعني، فاللي عنده سؤال يرفع ايده نحاول نشوف، نحاول نوصل له يعني، نشوف ايه المشكله يعني. باشمهندس محمود عاطف. ايه يا دكتور؟ انت عندك سؤال ولا اصلا انت عمال؟ لا مفيش سؤال، مش عارف اقفل المايك حتى، مش عارف هو عمال يعمل كده ليه. طيب ماشي خلاص، يعني ما حدش عنده سؤال لغايه دلوقتي. اوكي، نخش على اللي ورا. هنبدا اول حاجه بالاميديت سيتلمنت، اوكي، اللي هو الهبوط اللحظي. الايميديت سيتلمنت اتفقنا ان هو بيحصل نتيجه تقليل في حجم الاير فويدز اللي جوه السويل، ونتيجه الديفورميشن اللي بيحصل في السويل بارتكلز نفسها،
وهو بيحصل ما بياخدش وقت زمني، بمجرد التأثير بالحمل بيحصل في ساعتها. طب بيحصل في انواع تربة ايه؟ الاميديت سيتلمنت ده مينلي بيحصل في التربة الكورس جرين سويل اللي هي الكوهيجنلس، اللي هي الرمل والزلط اللي حجم البارتكلز بتاعتها كبيرة، وبيحصل كمان في الفاين جريند اللي هي السيلت والكلاي اللي هي كوهيسيف زويل، بس بيحصل لما تكون ان ساتوريتد، يعني التربه دي يكون الفراغات بتاعتها سواء هي دراي او بارشالي ساتوريتد، فيها فراغات هواء اصلا، فساعتها لما بنأثر بحمل بيحصل ايميديت سيتلمنت. ماشي؟ بيحصل نتيجه ايه؟ قلنا تقليل حجم الفراغات بتاعت الهواء. لو افترضنا ان انا عندي عينه سويل كده في الاول ما اثرناش عليها باي تحميل ورسمنا لها 3 فيز دايجرام بتاعها، هنلاقي ان هي متكونه هي من سوليدز، بتتكون من شويه سوليدز وشويه ووتر وشويه اير. ماشي؟ لما بنأثر عليها بحمل بيحصل ايه؟ بيحصل السوليدز بيفضل حجمها زي ما هو ثابت ما بيتغيرش، الميه حجمها بيفضل زي ما هو ثابت ما بيتغيرش، الشويه اللي بيتغير الحجم بتاعهم او حجمهم بيقل هم الهواء. الهواء بيبدأ يخرج من بين فراغات التربه وحجم فراغات الهواء يقل. فالفرق ما بين الاثنين دول هو ده اللي احنا بنسميه الايميديت سيتلمنت. تاني هو مين لي او بيبقى ليه قيمه اساسيه في التربه الكوهيجنلس اللي هي الرمل والزلط، ماشي، وبيكون موجود في الفاين جرين سويل اللي هي السيلت وكلي لما يكون فيها فراغات هواء اصلا، لما تكون مش ساتوريتد يعني. ماشي؟ وما بياخدش وقت خالص عشان يحصل، فهو تيكس فيري شورت تايم تو اوكي. طب الايميديت سيتلمنت ده بنحسبه ازاي؟ لو احنا عايزين نحسب الايميديت سيتلمنت اللي بيحصل في التربه، هو السيتلمنت ده على الرغم من ان هو مش كله الاستيك سيتلمنت، احنا عارفين ان الديفورميشن بتاع اي ماتيريال في الدنيا في حاجه اسمها الاستيك ديفورميشن وبلاستيك ديفورميشن. الاستيك ديفورميشن ده الديفورميشن ده بيحصل لما بنأثر بالحمل، لما بنشيل الحمل الديفورميشن ده كله ترجع الحاجه زي ما كانت. البلاستيك لا، البلاستيك بنأثر بحمل يحصل شويه بلاستيك ديفورميشن، لو شلنا الحمل مش كله بيرجع، جزء وجزء، او المفروض ان هو ما بيرجعش يعني. تمام؟ على الرغم من ان الايميديت دي سيتلمنت اللي بيحصل في السويل هو مش الاستيك، هو الاستو بلاستيك، يعني لما بنأثر بالحمل بيحصل مثلا شويه هبوط في التربه، لو شلنا الحمل جزء من الهبوط ده بيفضل موجود وجزء من التربه بيرجع تاني، جزء من الهبوط بيرجع تاني. انما معظم الناس لما بتتعامل مع الايميديت سيتلمنت، ومعظم الاكواد حتى في التعامل مع الايميديت سيتلمنت، بتتعامل مع الايميديت سيتلمنت عن طريق الثيوري اوف الاستيسيتي، يعني باعتبار ان هو هبوط كله الاستيك، بنأثر بالحمل بيجي الهبوط نشيل الحمل يرجع الهبوط كله، بنعتبر التربه في الحاله دي الاستيك. وده تقريب مش دايما بيبقى دقيق قوي، او هو مش دقيق يعني، بس في بعض الاحيان نقدر نتغاضى عنه لان اصلا عندنا في السويل بيبقى التقريبات كبيره شويه. شكل الثيوري في الاستيستي دي او شكل الهبوط ده عامل ازاي عشان نفهم شكل الالاستيك ديفورميشن ده او الثيوري في الاستيستي ده، هي علاقه ما بين السترين والستريس، الستريس والسترين. اوكي؟ يعني ايه الستريس؟ هو اللود الخارجي او الاجهاد الجديد اللي جاي بيعمل في التربه دي هبوط، والسترين اللي هو الديفورميشن اللي بيحصل المقابل ليه، الاجهاد والانفعال يعني. لو رسمنا شكل الستريس سترين بتاع السويل، في احنا بنفترض ان هو شكله خط كده، ده ثيوري في الاستيستي، بتفترض ان هو حاجه خطيه كده ليها سلوب اسمه اي او اليونجز مودولس، واليونجز مودولس دي جايز انتوا خدتوه شويه في الماتيريال. ماشي؟ فبنفترض ان في عندنا هبوط اليونجز مودولس او اللي هو السلوب اي الخط. طبعا هو في واقع الامر مش شكله خط كده، هو شكله عامل كانه كيرف شويه، ماشي، بس احنا الثيوري دي بتقربه لشكل، تقرب البيهيفير لشكل خط. فهنفترض ان شكل الستريس سترين بتاع السويل في الايميديت سيتلمنت ماشي على الخط ده. ماشي؟ لما بيحصل فرق هبوط، لما بيحصل فرق ستريس او ستريس الزياده بتاثر على السويل اللي هي دلتا سيجما، بينتج نتيجتها هبوط جديد في السويل اللي هو بنسميه دلتا اتش. الدلتا اتش دي بنحسبها ازاي؟ اليونجز مودولس اللي هو ميل الخط بيساوي دلتا واي على دلتا اكس، فالاي بتساوي دلتا سيجما مقسومه على فرق السترين اللي هو دلتا اتش على اتش. الميل بتاع الخط ده دلتا واي على دلتا اكس، يعني دلتا سيجما مقسومه على دلتا اتش على اتش. اوكي؟ ستريس على سترين اهو، ده اليونجز مودلز. تمام؟ احنا عايزين نعرف ايه الديفورميشن اللي حصل جوه السويل. هنلعب في المعادله دي شويه، فنقوم قايلين احنا الديفورميشن اللي حصل جوه السويل هو ده الدلتا اتش، ف
فهنجيبه لوحده هتبقى دلتا اتش بتساوي واحد على اي في دلتا سيجما في اتش، ده اللي احنا بنسميه الايميديت سيتلمنت. يبقى الايميديت سيتلمنت بتاع السويل عشان نحسبه محتاجين ان احنا نعرف اليونجز مودلز بتاع السويل اللي هو ميل الخط ده بيساوي كام، ماشي، ومحتاجين ان احنا نعرف الاستريس الجديد اللي جه على السويل عمل فيها ديفورميشن اللي هو الاجهادات او اللودز الجديده اللي هتعمل ديفورميشن في السويل، ومحتاجين ان احنا نعرف السويل اصلا كان السمك بتاعها كام اللي هو الاتش ده واحد على ايه دلتا سيجما في اتش، ده اللي بنسميه الايميديت سيتلمنت بتاع السويل. هو عندنا هنا انا بس بعرفك هو ايه الايميديت سيتلمنت، انما احنا في الكورس بتاعنا هنا احنا مش ده اللي احنا مركزين عليه خالص، احنا مركزين على برايمري كونسوليديشن سيتلمنت بس، ده عشان نبقى عارفين الايميديت سيتلمنت اصلا فكرته ايه وبيتحسب ازاي، ماشي. طيب نخش بقى على الفرق معانا اللي هو برايمري كونسوليديشن سيتلمنت. قبل ما نخش على برايمري كونسوليديشن سيتلمنت، في حد عنده اي سؤال؟ ولو حد عنده اي سؤال يا ريت يفك المايك ويتكلم. دكتور لو سمحت ممكن مثال على الايميديت سيتلمنت، مثال محلول يعني مساله بارقام؟ لا يعني في الطبيعه بيبقى شكله ازاي يعني؟ لا ولا حاجه، وانت عندك شويه رمله واقف على ارض عاديه خالص، افترض ان انت رحت موقع يعني ماشي صحراء، وقمت باني جيت على الرمله دي وحطيت عليها لودز، اللودز دي مثلا جبت شويه شكاير رمل كده ولا اي حاجه وحطيتها رصيتها عملت لود جديد على السويل، في ساعتها اول ما بتحط الحاجات دي بيحصل في التربه هبوط، سطح التربه بينزل لتحت شويه، الفرق في سطح التربه اللي حصل ده او شويه النزوله دي او الهبوط اللي حصل ده هو ده الايميديت سيتلمنت بس مش اكتر. فمش فاهم قصدك قوي بمثال. طب هو هل بعد كده بيثبت؟ اه ده بيحصل في ساعتها ووقف خلاص. اه يكون الفراغات يعني كلها طلعت؟ لا مش الفراغات كلها، الموضوع ريلاتيف للستريس، يعني لو انت حطيت وزن قليل اللي هي دلتا سيجما، يعني المعادله اهي، المعادله فين المعادله بتاعتنا اهي، لو انت حطيت هنا دلتا سيجما قليله هيطلع هبوط قليل، ليه؟ لان مش كل الفراغات بتاعت الهواء هتخلص، شويه صغيرين منهم بس شويه هواء صغيرين اللي هيخرجوا، لما نحط حمل كبير قوي هيحصل ايه؟ ان شويه الهواء اللي هيخرجوا هيبقى اكتر فالتربه تهبط اكتر، الموضوع ريلاتيف لللود ده. بس اللي انا اقدر اقوله لك ان عمرها ما هتوصل، عمر ما هنقدر نوصل بحمل يوصل لمرحله ان كل فراغات الهواء هتروح، يعني عمر ما هيبقى فيه تربه بارشالي ساتوريتد مثلا وحطينا عليها لود عالي جدا لدرجه ان كل الهواء مشي وبقى اللي باقي ميه بس، دي عمرها ما بتحصل، دايما بيتفضل جزء من الهواء، الكميه بقى اللي بتروح والكميه اللي بتتبقى دي اللي بتتبقى على اللود اللي موجود اصلا قد ايه وعلى الاي بتاعت السويل، دي الفكره. تمام شكرا يا دكتور. حد عنده سؤال تاني؟ دكتور مش according to theory of elasticity المفروض ان هي ترجع تاني؟ according to theory of elasticity لو انا شلت الحمل ده المفروض ان التربه ترد الوضعها الطبيعي تاني، انما اصلا البيهيفير الحقيقي بتاع السويل مش كده، هو جزء هيرجع وجزء لا، يعني زي مثلا التربه دي لما اثرنا عليها بحمل هبطت 10 سنتي، لما اشيل الحمل ده هيرجع منهم مثلا 6 هيرجع منهم 8 هيرجع منهم 4 والباقي ده مش هيرجع خلاص ده دائم، فالتربه في البيهيفير بتاعها هي إلاستو بلاستيك، جزء من الهبوط ده إلاستيك وجزء بلاستيك، بس بيبقى التعامل مع البلاستيك مع الاستو بلاستيك ماتيريال بالايكويشنز عليه بيبقى ارخم شويه، وبما ان يعني الفرق مش كبير قوي فاحنا بنقرب، ده تقريب بس مش اكتر. تمام ماشي شكرا دكتور. ماشي حد عنده سؤال تاني؟ تمام نخش في اللي وراه بقى في الكونسوليديشن، وفوقوا معايا عشان احنا لسه ايه ما بدأناش كده في موضوع الكونسوليديشن ده. البرايمري كونسوليديشن سيتلمنت، البرايمري كونسوليديشن سيتلمنت ده بيحصل لايه؟ هو بيحصل لاشتراطات معينه، اولا التربه لازم تكون متماسكه اللي هي سيلت او كلاي اللي هي بنسميها الفاين جرين سويل، التربه اللي حبيباتها حجمها صغير. تاني حاجه ما بيحصلش غير لو التربه فولي ساتوريتد، التربه كل الفراغات بتاعتها التربه كل الفراغات بتاعتها مليانه ميه ما فيهاش هواء خالص، ماشي، يبقى هو بيحصل في السيلت والكلاي بس في الكوهيسيف سويل، ولازم الكوهيسيف سويل دي تبقى ساتوريتد، لو هي مش ساتوريتد في شويه فراغات هواء
مش هيحصل الكونسوليديشن، اللي هيحصل هيبقى الايميديت سيتلمنت ماشي، او هيحصل الايميديت سيتلمنت بس بس ماشي. طيب ده بالنسبه اللي بيحصل لاني نوع من انواع التربه. طب يحصل ليه نفس فكره الايميديت سيتلمنت؟ هو بيحصل نتيجه تقليل في حجم فراغات التربه، وهنا الفراغات بتبقى مليانه ميه، فنقدر نقول هو بيحصل نتيجه تقليل حجم الميه اللي موجوده جوه السويل، زي الرسمه اللي عندكم دي. التربه وهي ساتوريتد بيبقى فيها سوليدز ووتر بس، لما بنأثر عليها بحمل زياده اسمه دلتا سيجما، السوليدز حجمها بيفضل زي ما هو، الووتر بس حجمها بيقل. طبعا الميه ماده غير قابله للانضغاط، يعني ما ينفعش نفس كميه الميه تقعد في حجم اقل. هي اللي بيحصل ان الميه في جزء من الميه بيخرج بره فراغات السويل، في جزء من الميه بيخرج بره السويل، بيروح بيطلع بره السويل خالص، يطلع في على سطح التربه يعني، او يروح في طبقه تربه تانية ساند او جرافل اللي هي الطبقات اللي ما بيحصلهاش كونسوليديشن، او يبعد بعيد عن الحمل، يروح في التربه يمين وشمال بعيد عن الحمل. المهم ان هو بيبعد من المنطقه اللي احنا بندرسها، فحجم الميه نفسه كميه الميه اللي جوه السويل بتقل، بس التربه كل ده ستيل ساتوريتد. عشان بس النقطه دي دايما بتلخبط ناس كتير، التربه بتبقى ساتوريتد قبل ما يجي عليها اللود، لما بيحصل لها كونسوليديشن مش معنى ان ميه خرجت ان التربه بقت دراي او بارشلي ساتوريتد، لا هي ستيل ساتوريتد برضو، كل الفراغات اللي موجوده برضو ستيل مليانه ميه، بس حجم الفراغات نفسه هو اللي قل شويه. الفرق ما بين الاثنين دول هو ده اللي احنا بنسميه كونسوليديشن سيتلمنت او الاس وجنبها بي. طبعا انتوا هتلاقوا الرموز اللي هي اس وجنبها بي صغيره دي مختلفه من حته لحته، مش يعني دي مش رمز ثابت يعني، بس انا فضلت ان انا اخليها كده عشان جايه من كلمه برايمري، فبرايمري كونسوليديشن سيتلمنت، فاس وتحتها في صغيره كده ماشي. طيب الكونسوليديشن ده بياخد وقت كبير عقبال ما بيحصل، يعني احنا بنأثر بالحمل النهارده، تفضل التربه تهبط تدريجيا بالراحه كده بمعدل بطيء جدا على مدار فتره زمنيه طويله قوي، لغايه لما يبدا لغايه لما يخلص الكونسوليديشن سيتلمنت ده كله يحصل. اوكي طب ليه بيحصل كده؟ بيحصل كده لان هو عشان يحصل الهبوط ده لازم الميه تخرج من بين فراغات التربه، فلازم الميه تبدا تتحرك جوه الفويدز بتاع السويل. حركه الميه جوه الفويدز بتاع السويل بتعتمد على السويل بيرميابيليتي اللي انتوا خدتوها الترم الاول مش كده؟ طب التربه السيلت والكلي عشان فراغاتها حجمها صغير قوي، الكلام ده عارفينه من الترم الاول، بيبقى البرميابيليتي بتاعتها ضعيفه، يعني نفاذيتها قليله ماشي. في حد بس فتح المايك والصوت بيرن، فيا ريت يحاول يقفله. فالتربه بتبقى النفاذيه بتاعتها ضعيفه، برميابيليتي قليله، فالميه بتتحرك فيها بصعوبه وببطء، عشان كده بناخد وقت كبير عقبال ما الميه تقدر تتحرك وتبعد بعيد عن الحمل او تخرج بره فراغات التربه، عشان كده الكونسوليديشن ده بيقعد شويه وقت عقبال ما يحصل. على فكره الكونسوليديشن ده ممكن ياخد له سنين، يعني ممكن تلاقي مبنى قاعد 20 سنه عقبال ما حصل له الكونسوليديشن. جينا بنينا عماره فوق حته معينه كلها طين مثلا، فحطينا حمل زياده على الطين ده اللي هو وزن العماره والبني ادمين اللي جواها وغيره، فالتربه تحت العماره بدات تهبط، ممكن تقعد تهبط بمعدل بطيء عقبال ما يحصل الكونسوليديشن ده، يخلص الكونسوليديشن يكون فات مثلا 20 سنه ولا حاجه. عشان كده التايم فاكتور مهم جدا في التعامل مع الكونسوليديشن، وده احنا هنعرفه على مدار المحاضره دي والمحاضره الجايه ان شاء الله. تمام. طب زي ما قلنا الايميديت سيتلمنت بنحسبه باعتبار او بثيوري اوف الاستيستي، بنعتبر ان البيهيفير ماشي مع ثيوري اوف الاستيستي. هنا الكونسوليديشن سيتلمنت بنشتغل عن طريق ثيوري اسمها ترزاجي ثيوري. اوكي الثيوري بتاعه ترزاجي اسمها ترزاجي ثيوري فور وان دايمنشنال كونسوليديشن. ترزاجي ده ابو السويل، يعني هو الراجل ده هو اللي حط البيزكس بتاعت الجيوتكنيكال انجينيرنج والسويل ميكانكس نفسها. فالراجل ده لما جه يدرس الكونسوليديشن عمل الثيوري بتاع ترزاجي دي. طب الثيوري بتاع ترزاجي دي كان ليها شويه اسامبشنز، مش لازم الاسامبشنز دي كلها صح ماشي، بس هو عمل شويه اسامبشنز عشان يقدر ان هو يدرس الثيوري بتاعته او يحط الثيوري بتاعته. هي ايه؟ اول حاجه ترزاجي افترض ان السويل هوموجينيوس ولاترالي كونفايند. يعني ايه هوموجينيوس؟ معناها ان التربه ثابته او متماثله في الخواص بتاعتها على مدار كل مساحتها او كل ارتفاعها، التربه كلها ماشيه حاجه واحده، ميه واحده يعني ماشي. فافترض ان التربه كميديم
هي كلها حاجه واحده. لا تري كونفايند معناها ايه؟ معناها ان التربه دي ما تقدرش تتحرك في الاتجاه الافقي. يعني لما بجيب التربه واثر عليها بحمل راسي لازم الديفورميشن اللي يحصل فيها يبقى كله ديفورميشن راسي، ما ينفعش ناثر باتجاه راسي فيحصل مثلا في التربه ان هي حجمها يزيد في الاتجاه الافقي، فاهمين؟ كانها ممسوكه افقيا، دي اللي بنسميها لاترالي كونفايند. سويل از فولي ساتوريتد، ودي اتفقنا فيها ده حاجه اساسيه عشان تحصل في الكونسوليديشن، ان التربه كلها لازم تكون ساتوريتد 100%. افترض ان السويل بارتكلز والميه مادتين انكمبريسبل، ماشي؟ يعني الميه ماده ما بيحصلهاش كومبريشن، لو جبنا حجم ميه وضغطنا عليه عمر ما بيحصل فيها تقليل في حجمها، حجم الميه ثابت، وحجم السوليد بارتكلز نفسه ثابت، ما فيش ديفورميشن بيحصل في السويل في السوليد بارتكلز نفسها. افترض ان الكومبريشن والفلو ار وان دايمنشنال، يعني ايه؟ زي ما قلت لكم كده، هو افترض ان احنا لما بنأثر بحمل راسي الضغط اللي بيحصل الانضغاط اللي بيحصل في التربه كله في الاتجاه الراسي، مفيش اي ديفورميشنز بيحصل في الاتجاه الافقي، وافترض ان الميه لما تيجي تتحرك جوه التربه عشان يحصل كونسوليديشن عشان تخرج بره التربه بتخرج في اتجاه الراسي برضو، بس يعني الحمل في الاتجاه الراسي، الديفورميشن اللي بيحصل كله في الاتجاه الراسي، الميه بتتحرك لفوق او لتحت في الاتجاه الراسي بس، ده بنسميه one dimensional flow. اخر حاجه هو لما جه يشتغل بقى على الجزء بتاع الهيدروليكس والميه، اخد كل الافتراضات بتاعه دارسيز لو، وده انتوا مش هنخش احنا في القانون بتاع دارسي، انتوا خدتوه في الهيدروليكس مش فارق معانا قوي، بس كل الافتراضات وكل البيهيفير بتاع الميه طبقا لقانون دارسي هو ده اللي طبقه، ماشي؟ الاسامبشنز دي طبعا ده عاده بيبقى سؤال نظري في الامتحان، يعني فوش اكتر من كده. طيب نفهم لما جه بقى ترزاجي يدرس الكونسوليديشن حب يسهل على نفسه المساله شويه، فعمل ايه؟ هو الاول افترض انا عندي ساتوريتد سويل سامبل زي اللي حضراتكم شايفينها هنا كده، عينه من الساتوريتد سويل، هي سويل سيلت او كلاي وساتوريتد. لما خدها العينه دي لو احنا جربنا نعمل لها 3 فيز دايجرام او نفصصها شويه هنلاقي ان هي بتتكون من حاجتين، من السوليدز ومن الووتر، هي بتتكون من السوليدز ومن الووتر، ونفس التوتال فوليوم اهو، انا بس خدت كل السوليدز اللي انا فصلتهم لوحدهم وكل الميه فصلتها لوحدها. بعد كده حب يبسط المساله فعمل ايه؟ قال انا هاسيوم، هغير السيستم بقى شويه، هاسيوم ان التربه اللي هي السوليدز والووتر دي عاوز ابسطها على نفسي شويه. فقال ايه؟ الميه هيفترض ان التربه موجوده جوه ماسوره او جوه تيوب، ماشي؟ زي اللي انتم شايفينها دي، والتيوب دي مقفوله من فوق اهو، ومن تحت في سطح سفلي مقفوله. قال ان التربه السوليد بارتكلز نفسها انا هاخدها، ماشي، وهمثلها في صوره سبرينج، سبرينج اللي هي كانه سوسته، خد السوليد بارتكلز شالها وعوض عنها كان هي سوسته موجوده جوه التيوب دي، ماشي، والميه هي الميه اللي موجوده جوه السوسته دي، كل الازرق ده الميه، وشال السوليدز دي وحط بدلها السبرينج ده، ماشي؟ هو بيحاول يبسط على نفسه المساله شويه. وبعدين كي هنا حط فولف عشان يقدر يتحكم، زي فولف زي محبس يعني، عشان يقدر يتحكم في حركه الميه اللي موجوده في الحته دي، يقدر يتحكم يخرج الميه بمزاجه او يحبس الميه بمزاجه، فحط هنا فولف، وحط هنا بيزوميتر. البيزوميتر ده انتوا خدتوه الترم الاول، ده حاجه عشان نقيس ضغط الميه، بنقدر نعرف البور ووتر بريشر منه بكام. فهو خد الساتوريتد سويل سامبل دي وامثلها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وقعد بقى يدرس. قال ان انا عندي لما باجي اثر بحمل على السويل بيبقى عندي كذا خطوه بالراحه كده. اول خطوه قبل ما اثر بالحمل بيفور لودنج خالص، لسه التربه زي ما هي ما جتش عليها اي احمال جديده، في الحاله دي هو كان قافل الفالف اللي موجود هنا، ماشي؟ الفالف ده مقفول. قال ان التربه، عينه التربه دي اصلا كان عندها ارتفاع اسمه اتش، وضغط الميه فيها هو اتش ووتر ده، فجي وقف عند اخر ساتوريتد سويل سامبل تحت دي كده، تحت خالص من السطح السفلي، وحب يحسب الافكتيف ستريسز اللي موجوده او السويل ستريسز اللي بتاثر على النقطه دي، نقطه موجوده تحت هنا خالص. قال ان الستريسز، احنا اتفقنا من الترم الاول ان الستريسز دي ثلاث انواع، اول واحد اسمه التوتال ستريس اللي هو الاجهاد الكلي اللي جاي من التربه والميه،
فقال والله عند النقطة اللي تحت دي لو وقفنا خدنا التوتال ستريس هيبقى التوتال ستريس بيساوي الجاما ساتوريتد بتاعت السويل مضروبة في اتش، التربة ساتوريتد فتعمل بالساتوريتد على طول، فهنا التوتال ستريس بيساوي جاما ساتوريتد في ارتفاع التربة اللي هو اتش. طب البور ووتر بريشر عند نفس النقطة جاما ووتر في اتش ووتر اللي هو جاما ووتر في اتش ووتر، اتش ووتر اللي طالعه لي من البيزوميتر اهي، في مشكلة اللي هي نفس ارتفاع العينة. الافكتيف ستريس كان بيساوي ايه؟ بيساوي توتال ستريس ناقص البور ووتر بريشر، فيبقى الافكتيف ستريس بيساوي جاما ساتوريتد في اتش ناقص جاما ووتر في اتش ووتر. حد لغاية دلوقتي عنده مشكلة؟ هو كل اللي عمله الراجل انه وقف عند السامبل دي من تحت وخد الاستريسز، مفيش احمال خارجيه ولا في اي لودز لسه جت على السويل. في حد عنده مشكله؟ تمام. تاني خطوه، جيت اثرت على السويل ده بحمل، اول ما باثر بالحمل تاني خطوه او تاني نقطه وقف عندها قال just after loading، اول ما باثر على التربه بحمل فبقت التور عينت التربه اهي وعليها ستريس جديد اسمه دلتا سيجما. ماشي، هنا وادي عينت التربه اهي وعليها الاستريس الجديد اللي احنا قلنا عليه اللي هو اسمه ايه الدلتا سيجما. طب ايه اللي بيحصل اول ما باثر على التربه بحمل؟ احنا هنا عشان يمثل ان احنا لسه بنقصر لسه ما حصلش كونسوليديشن، فمقفل الفولف اللي موجود هنا عشان يمنع ميه ان هي تخرج، فالكونسوليديشن ما يحصلش. احنا اتفقنا الكونسوليديشن عشان يحصل لازم الميه تخرج، بما انه قافل الفولف فلسه مش هيحصل اي كونسوليديشن. لا، ايه اللي هيحصل؟ وقف وخد التوتال ستريس، فتحت هنا التوتال ستريس بقى بيساوي جاما ساتوريتد في اتش زائد الاستريس الجديد ده اللي هو ايه الدلتا سيجما، فالتوتال ستريس لما بيأثر على العينه زاد، كان جاما ساتوريتد في اتش زود عليه دلتا سيجما كمان. البور ووتر بريشر لا، ايه؟ لان لما عمل الحركه دي ضغط الميه اللي في العينه زاد، الميه فجاه في البيزوميتر عليت لفوق، ماشي، فلقى بالقيمه اللي انا وريتها لكم اللي هي دلتا سيجما على اتش ووتر يعني. المهم هو لقى ان البور ووتر بريشر لما وقف هنا وخناقه لقى بيساوي جاما ووتر في اتش ووتر اللي هو كانت موجوده وزاد عليها كمان الدلتا سيجما. ماشي، يبقى هو اول ما اثر بالحمل ومنع الميه ان هي تخرج، الميه محبوسه جوه الكونتينر ده، التوتال ستريس زاد بقيمه دلتا سيجما اللي هو الحمل الجديد اللي اثر بيه، وفي نفس الوقت البور ووتر بريشر زاد برده بدلتا سيجما اللي هو الحمل الجديد اللي اثر بيه، بينما الافكتيف ستريس اللي هو الفرق ما بين الاثنين فضل زي ما هو جاما ساتوريتد في اتش ناقص جاما ووتر في اتش ووتر. ده لقى كده اللي بيحصل، وبالتالي استنتج ايه الراجل؟ استنتج ان احنا اول ما بنأثر بالحمل كل او بستريس جديد، الاستريس ده في ساعتها اللي بتشيله هي الميه، كل الاستريس ده اتنقل للميه، الميه هي اللي شايلاه، عشان كده البور ووتر بريشر او ضغط الميه زاد بقيمه الاستريس. يبقى جاست افتر لودنج، just after loading اللي هو احنا بنمثلها عن طريق ان الفالف مقفول ممنوع الميه تخرج، ما لحقتش لسه الميه تخرج يعني، في الحاله دي الاستريس الجديد اللي حطيناه اللي هو دلتا سيجما كله بيروح للميه، الميه هي اللي بتشيل الحمل، بينما السويل بارتكلز لغايه دلوقتي ما حسيتش بحاجه، بينما السويل بارتكلز لغايه دلوقتي ما حسيتش بحاجه، فما حصلش هبوط، لسه ما حصلش هبوط، تمام؟ السويل لسه نفسها، السويل بارتكلز نفسها ما جالهاش ستريس زياده، فعشان كده لسه ما حصلهاش هبوط. طب لما جه بعد كده بقى عاوز يمثل حاله ان بعد ما نأثر بالحمل بفتره زمنيه كبيره اثر عمل ايه؟ ام فاتح الفالف سمح للميه ان هي تخرج، ام فتح الفالف فسمح للميه ان هي تخرج. لا، ايه اللي بيحصل لما حصل كده؟ لان بدا يحصل هبوط في السويل سامبل بتاعته، لان الاستريسز بدات تاثر على السويل بارتكلز فبدا يحصل هبوط. ماشي، هتلاحظوها في ايه؟ هتلاحظوها في السبرينج ده، هو في الحاله اللي فاتت اللي هي جاست افتر كونستراكشن الاستريس الزياده ده كله شايلاه الميه، فالسبرينج السوسته اللي موجوده ما جالهاش اي حمل زياده وبالتالي ما حصلش فيها هبوط، هي سوسته موجوده مش حاسه باي اوزان زياده فما هبطتش او ما حصلش فيها ديفورميشن، انما لما سمح للميه اللي هي تخرج حصل ايه؟ بدات الميه تخرج وضغط الميه بالراحه بدا يرجع للاصلي بتاعه، وبدا الحمل كله يتنقل من الميه راح على السبرينج ده، راح على السوسته، فكأن الحمل لما راح على السوسته، السوسته بدا يحصل فيها ايه؟ بدا يحصل فيها ديفورميشن، بدات السوسته تهبط. ده نفس الفكره، احنا قلنا السوسته دي بتمثل السويل بارتكلز، فبدات السويل بارتكلز تحس بحمل فبدا يحصل فيها ايه؟ نوع من انواع الهبوط. ماشي،
الهبوط ده اللي بيحصل ده هو ده اللي احنا بنسميه الدلتا اتش، اللي هو فرق الفرق الارتفاع اللي هو ده البرايمري كونسوليديشن سيتلمنت. طب نقف بعد ما الكونسوليديشن يعني بعد البرايمري كونسوليديشن سيتلمنت مخلص، وقف هو هنا وخد برده التوتال والبور ووتر بريشر والافكتيف ستريسز، شوف اللي حصل. التوتال ستريس جاما ساتوريتد في اتش زائد دلتا سيجما، لو وقفنا هنا هي جاما ساتوريتد في اتش زائد دلتا سيجما، ماشي؟ اللي هو الحمل، اللي هو الحمل اللي جاي نتيجه طبقات التربه والميه ونتيجه الحمل الجديد. البور ووتر بريشر حصل في ايه؟ بما اننا فتحنا هنا الحنفيه فتحنا مجال للميه ان هي تعمل ريليف للضغط الزياده اللي جاي عليها، الميه تهرب وتقلل الضغط اللي جاي عليها شويه. ففي الاخر بعد الكونسوليديشن ما بيخلص اللي بيحصل ان ضغط الميه بيرجع للوضع الطبيعي بتاعه اللي هو جاما ووتر في اتش ووتر. في الحاله دي لو حسبنا الافكتيف ستريس هنلاقيه عامل ازاي، هنلاقي ان الافكتيف ستريس زاد بقيمه الدلتا سيجما، جاما ساتوريتد في اتش ناقص جاما ووتر في اتش ووتر، ده القيمه الثابته بتاعت الدلتا ستريس بتاعت الافكتيف ستريس قبل ما نقصر باقي احمال، هنلاقي ان هو زاد بقيمه الدلتا سيجما، ماشي؟ يبقى بالراحه كده الثلاثه دول عايزين نوصل منهم لايه؟ الكونسوليديشن سيتلمنت عشان يحصل اول ما بنقصر بالحمل الخارجي اللي هو اسمه دلتا سيجما اللي جاي مثلا من المبنى او اللودز او الكوبري او اللودز الجديده اللي احنا بنعملها، اول ما بيخش الدلتا سيجما ده بيروح كله للميه، الميه اللي موجوده جوه فراغات التربه هي كلها هي اللي بتتحمل اللود ده كله، فبيحصل ايه؟ ان ضغط الميه يزيد، ضغطناها بلود زياده. لما الميه يجي عليها ضغط يزيد كتير هيبدا يحصل فيها ايه؟ الميه عايزه تهرب من الضغط الزياده اللي جاي عليها، فتبدا تتحرك جوه فراغات التربه عشان تبعد عن الضغط ده، تعمل ريليف اللي هي يعني تخرج الضغط الزياده ده من عليه. الميه تبدا تتحرك تخرج الضغط، فلما الميه تتحرك يبدا يحصل ايه؟ تبدا اللود ده يتنقل تدريجي للسويل بارتكلز، للسويل نفسها يعني، فتبدا التربه يبدا يحصل فيها هبوط 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 نتيجه تقليل الفراغات اللي بتحصل دي. هو ده الخلاصه. فاحنا عند بدايه اللودنج بيبقى الدلتا سيجما كلها بتاثر على الاكسس بور ووتر بريشر، بتبقى في الميو والسيجما داش ما بتحسش بحاجه. في نهايه الكونسوليديشن الميو ما بتحسش بدلتا سيجما خالص، بترجع لاصلها، وبيكون الدلتا سيجما كله اتنقل للتربه اللي هي سيجما داش، ماشي؟ طب قبل ما نخش في اللي بعده، مين مش فاهم؟ بيتكلم، اللي مش فاهم يتكلم على طول. دكتور هو هنا في السيجما توتال جاما ساتوريتد اتش ماينس البرايمري، مش سامعك يا ما عادش عايز صوتك شويه. المفروض ان هنا هتبقى السيجما توتال بتساوي جاما ساتوريتد اتش ماينس برايمري كونسوليديشن سيتلمنت. اه ده لو انت دقيق قوي، بس البرايمري كونسوليديشن سيتلمنت ده بيبقى حاجه بالسنتي، والتوتال سيتلمنت ده بيبقى حاجات ودبس الطبق ده بيبقى حاجات بالامتار، فالفرق ما بينهم نيجليكتد بيبقى حاجه صغيره قوي يعني، فاهم قصدي؟ ايوه. انا هنا راسمها حاجه كبيره علشان نشوفها بعينينا احنا، انما في واقع الامر ده ريلاتيف للاتش بتاع العينه بيبقى رقم صغير قوي. معايا؟ معاك. بس فهو ده انت صح يعني مش غلط، بس ده بيبقى نيجلكتد بالنسبه لده. شكرا. مين تاني عنده سؤال؟ دكتور. نعم. هي الحاله دي ما بتحصلش في الشرينكج ليميت صح؟ بتحصل في اللي بعد كده؟ لا بالراحه مش فاهم قصدك. يعني ماشي، احنا عند الشرينكج ليميت التربه بتبقى ساتوريتد صح؟ يبقى بتحصل، ممكن تحصل من اول الشرينكج ليميت عادي. طب مش كده لو لما المياه تخرج هتسيب مكانها فراغات، لكن بعد كده التربه اصلا حصل لها انت المياه مش بتخرج وتسيب مكانها فراغات، هو حجم الفراغات بيقل. طب يعني مش في الشرينكج ليميت اصلا. اتفضل. مش في الشرينكج ليميت اصلا التربه في حجمها الطبيعي مش حصل لها استريتشمنت، فلما المايه تخرج هتسيب مكانها فراغات اللي هو الحجم الاصلي، لكن بعد كده اصلا التربه حصلها. لا دي انت كده ربطت حاجتين ما لهمش علاقه ببعض، فكره الشرينكج ليميت والبلاستيك، وان التربه السلتي والكلي بيحصل لها انتفاش لما او بتزيد في الحجم لما بتزود محتوى المايه، ده دي حاجه ملهاش علاقه خالص بالاحمال. احنا هنا بنتكلم على بيهيفير لما بنقصر بقى بحمل،
الكلام ده كله ما بيبقاش فيه حمل، اللي هو شرينكج ليميت وبلاستيك ليميت والليكويد ليميت، وان الفوليوم بيزيد وبيقل والكلام ده كله، ده من غير تاثير احمال خالص، مفيش لودز. احنا بنتكلم على التربه في حد ذاتها. هنا لما بنأثر بلود، هي الفكره كلها ان انت لما بتأثر بلود، هنفترض ان التربه عند الشرينكج ليميت بالظبط، ماشي، لما بتأثر بلود فطبيعي ان يحصل فيها ديفورميشن، طبيعي ان حجمها يقل، زيها زي الستيل، زيها زي الخرسانه، اي ماتيريال بتأثر عليها بلود لازم يحصل فيها ديفورميشن، ماشي. فالديفورميشن هنا بيحصل نتيجه ان الفوليوم بتاع الووتر بيقل، ماشي. هنا الفوليوم خلي بالك ان العينه دي ساتوريتد، الفوليوم فويد هو الفوليوم ووتر، الاثنين بيقلوا مع بعض، هي مش شويه ميه تخرج فيتبقى شويه هواء في الفراغات. خلاص تمام. يعني مثلا انا افترض ان التربه دي كان فيها الفوليوم ووتر مثلا، ما اقول لك ايه، 10 سنتيمتر كيوب مثلا، يعني عندي عينه فيها الفوليوم ووتر 10 سنتيمتر كيوب، ماشي، وجيت اثرت عليها بحمل، فالميه حجم الميه قل من 10 ل 7، حجم الميه قل من، خرج 3 سنتيمتر كيوب، ساعتها حجم الميه وحجم الفراغات الاثنين بقوا 7. هي العينه لسه ساتوريتد. تمام. طيب مين تاني عنده سؤال؟ دكتور معلش، هو الستلمنت ده بيحصل في كل انواع السويل ولا نوع واحد؟ الستلمنت بصفه عامه الهبوط ده بيحصل في اي نوع تربه، بس كل نوع تربه بيحصل فيه نوع معين من انواع الهبوط او كذا نوع بنسب متفاوته. يعني مثلا لو انا عندي تربه رمل وزلط، ماشي، التربه دي بيحصل فيها ايميديت سيتلمنت، دي الرئيس اللي بيحصل فيها بيبقى ايميديت سيتلمنت، معايا؟ ممكن يحصل فيها بعد كده كريب، ممكن يحصل فيها بعد كده كريب، بس بيبقى القيمه الرئيسيه للهبوط اللي بتحصل فيها هي الايميديت سيتلمنت. لما بيبقى عندي تربه سيلت وكلي، حسب، لو سيلت وكلي وفيها مش ساتوريتد، فيها هواء وفيها ميه، في الحاله دي بيحصل لها ايميديت سيتلمنت، ما بيحصلهاش كونسوليديشن، وبرده ممكن يحصل لها كريب، ده حاجه تاني. لو التربه دي ساتوريتد بيبقى الهبوط الرئيسي اللي بيحصل فيها، يعني اكتر نوع هبوط بيحصل فيها هو البرايمري كونسوليديشن سيتل. فهمت ولا؟ طب السويل اللي هي السيلت والكلي، مش انا لو اديتها ميه تاني هترجع لشكلها الاصلي؟ لو فيها الحمل ده، يعني لو فضل اللود موجود عليها، لو هو لسه الحمل عليها وانا عايز ارجعها لاصلها. لا لا, لا 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 هتفضل هي هبطانه زي ما هي، الا لو التربه بقى انتفاشيه وعندها اكسبنسيف، عندها بوتنشال ان هي تنفش جامد، دي حاجه مالكش انت دعوه بيها خالص. بس لا، انت كده برضو بتربط ما بين فكره الشرينكج والبلاستيك ليميت والحاجات دي، وما بين فكره الكونسوليديشن، دي حاجه ودي حاجه تانية خالص. هي التربه ليها محتوى ميه معين موجود في الموقع، هي موجوده عند كونديشن معين، ممكن تكون معديه شرينكج ليميت بقى، ممكن تكون عند شرينكج ليميت بالظبط، ممكن تكون قريبه من ليكويد ليميت، احنا ما نعرفش، ماشي. ده احنا بنتكلم باعتبار ان الووتر كونتنت بتاعها في الموقع ثابت، انا بس هي التربه على حالتها ليها ووتر كونتنت معين، هي عندها في حاله معينه جيت اثرت عليها بحمل فحصل فيها هبوط نتيجه الحمل، ده ملوش علاقه بان انا لما اديلها ميه حجمها هينفش تاني، لا. يعني ما تخلطوش الحاجات ببعضها، يعني قصدي. حد تاني قول لو مش فاهم برضو قول. طيب حد عنده سؤال تاني ولا لسه؟ دكتور لو سمحت. لو انا مثلا التربه كوهيسيف بارشلي ساتوريتد، ممكن يحصل اول انترميديت سيتلمنت بعد لغايه مثلا ما الفراغات بتاعه الهواء كلها تخلص، بعد كده يحصل برايمري؟ هو الايميديت سيتلمنت يعني، لا بص، عمر ما هيجي حمل قوي، عمرنا ما نقدر ان هو يخلص كل فراغات الهواء. ماشي، مش هيجي حمل كبير لدرجه ان كل الاير فويدز تروح وما يبقاش غير ميه بس، دي مش هتحصل، ماشي.
انما السؤال بقى مش كده، هي الفكره، هي لو انا عندي تربه سيلت او كلي وساتوريتد، هل بيحصل فيها برايمري كونسوليديشن سيتلمنت بس، ولا ممكن يحصل فيها كمان شويه الاستيك؟ لا، اللي بيحصل الاثنين، لو التربه سيلت او كلي ماشي وساتوريتد، لما بنأثر عليها بلود بيحصل فيها immediate settlement، وبيحصل فيها primary consolidation settlement، وبيحصل فيها creep، بس بيبقى نسبة ال primary consolidation settlement هي الكبيرة قوي. يعني say مثلا بيحصل immediate settlement سنتي، بيحصل primary consolidation settlement اللي هو consolidation 15 سنتي، ويحصل creep 2 ملي، فبيبقى دايما الجزء الاكبر من الهبوط في البرايمري كونسوليديشن سيتلمنت، بس بيحصل ايميديت. طب ازاي بقى يحصل ايميديت والفراغات كلها ميه؟ احنا اتفقنا ان الايميديت بيحصل نتيجه لو في فراغات هواء، او نتيجه الديفورميشن بتاع السويل بارتكلز نفسها، مش كده؟ فبيحصل شويه ايميديت سيتلمنت بتوع الديفورميشن بتاع السويل بارتكلز، ان السويل بارتكلز بيحصل فيها شويه ديفورميشن، وبيحصل لها ريديستريبيوشن كده، يعني بتبدا شكلها يختلف شويه، حجمها هي نفسها بيقل سنها. تمام. باشمهندس كده بتسال حاجه في اللاترالي كونفايند، ليه التربه مش ليه الديفورميشن مش بيحصل افقي؟ مش فاهمه دي. هو دي افتراضيه الراجل ماشي. هي اولا احنا هنفترض ان احنا خدنا كده ماسوره جوه التربه، هل سؤال التربه دي في الاتجاه الافقي مش حواليها تربه تانية ولا حواليها هواء؟ حواليها تربه، فمنعها ان هي تتحرك، منعها ان هي تتحرك فري يعني، صح؟ ماسكاها، ما تقدرش ان هي تبص يعني في الاتجاه الافقي حواليها سويل تانيه، مش كده؟ فهي اللي بيحصل هي مش توتال كونفاينمنت، يعني اللي في الواقع ان لا، ممكن يحصل حركه افقيه شويه بنسميها سكويزنج ماشي، بس هو ترزاجي لما جه يدرس الثيوري بتاعته بتاعت الوان دايمنشن كونسوليديشن، وافترض ان الكونسوليديشن بيحصل في اتجاه واحد بس اللي هو الراسي، وبالتالي في الاتجاه الافقي مفيش اي حركه بتحصل. تمام. حد عنده سؤال تاني؟ دكتور، حضرتك قلت في السيلت والكلي ان ممكن يحصل اميديت سيتلمنت نتيجه ان السويل بارتكل ديفورميشن، واحنا في اول لما احنا بنحط الحمل اللي هو جاست على طول، الميه هي اللي بتشيل كل الاسترس، السويل ما شالتش اي حاجه، يبقى ازاي هيحصل سويل ديفورميشن؟ خلي بالك اللحظه اللي هي اول ما بنحط الحمل والميه، اللي هي اللحظه بتاعت ان الميه بتشيل الحمل كله على طول، دي ثانيه، فاهم؟ دي ثانيه، اول ما الميه بيجي عليها الحمل بتبدا الميه على طول تتحرك تهرب، ماشي؟ بعد الثانيه دي على طول السويل بتبدا تحس بحمل، بس بيبقى قيمته قليله قوي، فبيبدا يحصل ديفورميشن. عشان كده ده احد كمان اسباب ان بقول لك ان الايميديت سيتلمنت بيبقى قليل قوي 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 مقارنه بالكونسوليديشن سيتلمنت في الحالات بتاعه التربه دي. تمام. معنى كده ان الشورت تايم بتاع الايميديت سيتلمنت ده ليه رينج، يعني مثلا ماكسيمم بتاعه بيبقى قد ايه؟ بس حضرتك بتقول لا لو رمل وزلق، لا ماشي، ما هو ايميديت ده اللي هو احنا بنتكلم في دقائق، يعني ثواني ودقائق، فاهم؟ تمام، حاجه كده. انت الكونسوليديشن ده سنين، فده حتى لو الايميديت سيتلمنت ده قعد عقبال ما يحصل يوم يومين ثلاثه، ده ولا حاجه بالنسبه للتاني، فاهم الفكره؟ تمام. هو كل حاجه ريلاتيف، ايميديت مش معناها ان في الفيمتو ثانيه اول ما نعمل، مفيش حاجه اسمها كده يعني. تمام، شكرا يا دكتور. ماشي، اوكي. حد عنده سؤال تاني؟ طيب، سالنا اسئله وخدنا بريك اهو، نكمل بقى. طيب، ازاي بقى نحسب البرايمري كونسوليديشن سيتلمنت ده بالراحه كده؟ اول حاجه احنا قلنا هنا دي شكل العينة قبل ما نأثر عليها بأي حمل، هي موجود عليها سوليدز وموجود فيها ووترز. السوليد بيبقى الفوليوم بتاعها في سوليد، المية بيبقى ليها حجم مبدئي قبل ما نأثر بالحمل اسمه فوليوم فويد أو فوليوم ووتر إنيشل. نود الصغيرة دي، زيرو الصغيرة دي، دي نود يعني الإنيشل اللي هو قبل ما نبدأ، وبالتالي عندها حجم كل اسمه فوليوم توتال نود أو إنيشل، ماشي؟ لما بنأثر بالحمل بيحصل إيه؟
بيبقى العينة عندها حجم كلي اسمه فوليوم توتال فاينل، وحجم فراغات أو حجم مية اسمه فوليوم فويد فاينل اللي هو أقل شوية، بينما حجم السوليدز فضل ثابت زي ما هو. ودي الافتراضية بتاعت الأخ الترزاجي إن الفوليوم السوليد بارتكلز ما بيحصلش فيه أي ديفورميشن، فحجمها ثابت ما بيتغيرش. الفرق ما بين الحجمين دول ده اللي احنا بنسميه دلتا في، ده اللي احنا عايزين نعرفه عشان نقدر نعرف البرايمري كونسوليديشن سيتلمنت قد ايه. فنمشي بالراحه، الدلتا في دي بتساوي ايه؟ الدلتا في دي بتساوي ايه؟ بتساوي فوليوم بتاع الفويدز انيشال قبل ما نقصر بالحمل ناقص الفوليوم بتاع الفويدز فاينل بعد ما نقصر بالحمل. اوكي، هنبسطه اكتر شويه. فاكرين الفويدز ريشيو؟ الفويدز ريشيو كانت بتساوي فوليوم فويد على فوليوم سوليد، ماشي؟ ففوليوم فوليوم فويد على فوليوم سوليد، فشلنا فوليوم فويد انيشال دي وحطينا بدلها فوليوم سوليد في اي انيشال، وشلنا الفوليوم فويد فاينل دي وحطينا بدلها فوليوم سوليد في اي فاينل، وبعدين خدنا فوليوم سوليد دي كومن، فبقت بتساوي الدلتا فوليوم ده نقدر نعبر عنه ونقول هو بيساوي الفويدز ريشيو الانيشال اللي هي الفويدز ريشيو بتاعت السويل قبل ما نقصر عليها بالحمل ناقص الفويدز ريشيو الفاينل اللي هي الفويد ريشيو بتاعت السويل بعد ما حصل لها هبوط. طبعا حصل هبوط، اتفقنا ان حجم الفويدز قل، فالتربه حصل لها الفويدز ريشيو بتاعتها حصل لها ايه؟ قلت شويه، ماشي؟ وبالتالي نقدر نقول ان فرق الحجم اللي حصل ده هو بيساوي فرق الفويدز ريشيو مضروبه في الفوليوم سوليد. في اي مشكله؟ طيب دي ايكويشن نمبر 1. الكويشن نمبر 2، الفوليوم بتاع السوليد ده هيساوي ايه؟ الفوليوم بتاع السوليد ده ممكن عاوزين نشيله شويه، هيساوي ايه؟ لو مسكنا هنا الفوليوم بتاع السوليد نقدر نفرغه كده شويه، بيساوي الفوليوم التوتال على 1 زائد اي نود. الفوليوم بتاع السوليد ده بيساوي الفوليوم التوتال على 1 زائد اي نود. احنا عايزين نشيل فوليوم سوليد دي ونحط كله بدلاله الفوليومز بتاعت الفويد والفويدز ريشيو، فالفوليوم توتال على 1 زائد اي نود. خدنا ده عوضنا بيه في المعادله الاولانيه، شلنا الفوليوم سوليد وعوضنا بيه، فبقت الدلتا فوليوم اللي بيحصل في السويل بيساوي الفوليوم توتال الاي دلتا اي اهي، وشلنا فوليوم سوليد حطينا ده اللي هو فوليوم توتال على 1 زائد اي نود، او عدلناها شويه بقت الدلتا فوليوم بتساوي الفوليوم التوتال الانيشال بتاع العينه اللي هو قبل ما نبدا مضروب في الدلتا اي على 1 زائد اي نود. ماث، احنا ما عملناش حاجه. طب الفوليوم بيساوي ايه؟ الفوليوم بتاع كل واحده من دول، حجم العينه دي بيساوي ايه؟ حجم الميه بيساوي الكروس سكشنال اريا، الاريا بتاعت المقطع مضروبه في الارتفاع، بيساوي الفوليوم حجم في اريا في اريا في ارتفاع. فيبقى دلتا اتش، هنشيل دول دلتا فوليوم دول نسميها دلتا اتش في اريا بتاعت العينه، هيساوي هنشيل الفوليوم التوتال يبقى الاتش الانيشال، يبقى الاتش ده الاتش الانيشال مضروبه في الاريا. بقى احنا كل اللي عملناه شلنا الدلتا فوليوم حطينا دلتا اتش في اريا، شلنا الفوليوم الانيشال حطينا اتش في اريا، اريا راحت مع اريا، وصلنا ان الدلتا اتش اللي هو فرق الارتفاع بتاع العينه اللي هو ده اللي احنا بنسميه برايمري كونسوليديشن سيتلمنت اللي هو الفرق ده، هيساوي الاتش الاوريجينال بتاع العينه الارتفاع الاصلي للعينه مضروبه في دلتا اي على 1 زائد اي نود. ده القانون الرئيسي اللي بنحسب بيه برايمري كونسوليديشن سيتلمنت. تاني، يبقى القانون الرئيسي اللي بنحسب بيه برايمري كونسوليديشن سيتلمنت بيقول ايه؟ ان الكونسوليديشن سيتلمنت اللي هو الاس بي او الدلتا اتش بيساوي اتش في دلتا اي على 1 زائد اي نود، اتش اللي هو اتش اللي هو ارتفاع العينه الاصلي، ماشي؟ اتش هو ارتفاع العينه الاصلي مضروب في دلتا اي اللي هو فرق الفويدز ريشيو قبل التحميل وبعد التحميل مقسوم على 1 زائد الاي بتاعت السويل قبل ما نحملها خالص. في اي مشكله؟ طب في اي مشكله يا شباب؟ نخش على اللي وراها. طب ازاي بقى بنقدر نحسب الكونسوليديشن سيتلمنت ده في اللاب؟ ايه التجربه اللي بنعملها على التربه علشان نقدر نعرف الكونسوليديشن بتاعها او البيفير بتاعها في الكونسوليديشن عامل ازاي؟ استاذنكم بس ثانيه واحده، هناخد بريك ثانيتين، بريك ثانيتين بس، وبعد كده هرجع لكم تاني.
تمام نكمل يا شباب. طب الاختبار اللي احنا بنعمله في المعمل عندنا على تعينات السيلت والكلي او التربه الكويزف عشان نقدر نشوف البرفورمانس بتاعها او البيهيفير بتاعها في الكونسوليديشن ونحسبه ماشي، بنسميه الاودوميتر تيست. الاودوميتر تيست ماشي، ده اختبار بيتعمل على عينه من التربه الكويزف بتكون ساتوريتد في المعمل عندنا. طب الاودوميتر تيست ده اول حاجه الجهاز نفسه بيتكون من ايه؟ الجهاز بتاع الاودوميتر ده بيتكون من حاجتين. اول حاجه اسمها الاودوميتر سيل اللي هي موجوده عندكم دي. الاودوميتر سيل دي حاجه عامله زي ما انتم شايفين كده، هي عباره عن زي كونتينر كده ماشي. الكونتينر ده هو اللي بنحط فيه عينه التربه وبنبدا نحط الحاجات دي عليها علشان تاثر عليها بالحمل عشان دي اللي بنحملها. فالاودوميتر سيل دي هي السيل اللي بنحط فيها عينه التربه عشان نقدر ان احنا نحملها ماشي، ده الشكل بتاعها. طب وتاني حاجة اللودينج فريم. اللودينج فريم ده اللي هو بيبقى بنحط جوه الاودوميتر سيل، هي في الحتة دي تبان لكم شوية، دي الاودوميتر سيل بنحطها بعد كده جوه اللودينج فريم. اللودينج فريم ده الهدف منه بقى ان هو يأثر على التربة جوه اللي جوه الاودوميتر سيل دي بالاحمال اللي احنا عايزينها عشان نشوف الديفورميشن. ده اللي بنقيس بيه اللود اللي بنأثر عليه السويل وبنقيس فيه الديفورميشن اللي بيحصل في التربة. الاختبار ده بيتعمل ازاي؟ اول حاجة بنجهز عينة saturated من التربه الكوهيسيف اللي احنا عايزين ندرسها، يبقى فبنعمل saturated soil sample is prepared and loaded in the odometer cell. نجيب عينه من التربه اللي احنا عايزين نختبرها، نتاكد ان العينه دي saturated او نعمل لها احنا saturation وبنحطها جوه الاودوميتر سيل دي. العينه دي عاده بتبقى شكلها سيلندريكال، العينه دي عاده بيبقى شكلها سيلندريكال، ارتفاعها بيكون في حدود ال 19 او 20 ملي، هو 19 ملي تو بي اكزاكت يعني، والديامتر بتاعها بيختلف حسب اللودينج سيل، بس الحاجات الستاندرد بتبقى في 50 ملي وفي 63 ملي، يعني اعتبروا ان الستاندرد 63 ملي يعني اللي موجودين، وارتفاعها في حدود 19 ملي. ده شكل العينه اللي بتتحط جوه السيل. بعد ما نجهز العينه نبدا نعمل ايه؟ نبدا نحطها جوه اللودينج فريم وبنأثر عليها بستريس. بنأثر عليها بستريس بقيمة معينة عن طريق اللودينج فريم. الستريس ده اللودينج فريم ده بيأثر عليها بالستريس في الاتجاه الرأسي ماشي. طب الستريس ده قيمته بتعتمد على ايه او بنختارها ازاي؟ والله هو الستريس ده مش قيمته ثابتة، هو الستريس ده بيعتمد على حاجات كتير قوي، منها نوع التربة ايه، الظروف بتاعت الموقع، يعني العينة دي متاخدة من على تربة على عمق كام اصلا، العينة دي كانت موجودة على عمق كام جوه الموقع، وهكذا يعني ماشي. وبتأثر بيه كمان الحمل اللي احنا متوقعين ان هو يأثر اللي جاي من المبنى ماشي. يبقى احنا الاسترس اللي بنأثر بيه على العينة ده بيعتمد على هو العينة دي كانت الانيشال كونديشنز بتاعتها او الفيلد كونديشنز بتاعتها ايه، يعني هي في الموقع موجودة على عمق كام، كان عنيها effective stress قبل ما نيجي جنبها اللي هو الانيشال stress اللي عليها كان كام. كمان بيعتمد على احنا متوقعين ان احنا نأثر عليها باديشنال ستريس اللي جاي من المبنى او جاي من المنشأ بتاعنا قد ايه، ده اللي بيخلينا نختار الستريس انكريمنت دي او قيمه الستريس اللي بنأثر بيه. فبنجيب العينه نحضرها نحطها جوه اللودينج سيل، بعد كده نحطها جوه اللودينج فريم ونأثر عليها بستريس. بعد كده بنعمل ايه؟ نسيب الستريس ده بيأثر على العينه دي فتره تتراوح من 24 ل 48 ساعه. احنا اتفقنا ان الكونسوليديشن ده بياخد وقت عقبال ما يحصل ماشي، فلازم نحط العينه عليها الاستريس ثابت لفتره زمنيه فتره زمنيه كبيره عشان نضمن ان الكونسوليديشن نتيجه الاستريس ده كله حصل ماشي. وبعد كده نعمل ايه؟ نشوف القرايه بقى. طول ما احنا حاطين العينه وقصرين عليها بالستريس بنقعد نسجل قرايات الفيرتيكال ديفورميشن اللي بيحصل في العينه بصوره بيريوديك عند تايمز معينه. فبيبقى عندي قيمه لود انا باثر بيه وباجي عند أزمنة معينة أوكي، كل شوية باجي أقوم قايس الديفورميشن اللي حصل فيها، الهبوط اللي حصل فيها عن طريق الدايل جيجز. ناخد الكلام ده وبنرسم بيه كيرف ما بين التايم وما بين الفيرتيكال ديفورميشن اللي حصل في العينة. شكل الكيرف بيطلع شكله شبه الأحمر، الخط الأحمر ده بيبدأ يحصل أول ما بنأثر بحمل بيبدأ يحصل هبوط، الهبوط ده بيبدأ يزيد بمعدل كبير في الأول، بعد كده بالتدريج كده يبدا الريت بتاع الزياده في الهبوط ده بتقل تقل تقل لغايه عند اخر المده او جايز قبل كده نوصل ان الهبوط ده خلاص قيمته ثبتت
مش هيحصل ديفورميشن تاني. دي معناها ان الكونسوليديشن بتاع العينه دي حصل نتيجه الاستريس ده، خلاص الكونسوليديشن المفروض يحصل فيها خلاص كله حصل. بعد ما خدنا الكيرف ده نعمل ايه؟ نقوم جايين على الكيرف ده ومحددين ايه اعلى فيرتيكال ديفورميشن حصل اللي هو بدا بعد كده يثبت، نحدد نقطه الماكسيمم اللي حصلت في الديفورميشن اللي هي الدلتا اتش ماكسيمم دي، دي اللي احنا عايزينها من الكيرف ده كله. نقوم بعد كده داخلين كده احنا عندنا هبوط، عندنا ستريس معين اثرنا بيه، وعندنا الدلتا اتش ماكسيمم او الهبوط اللي حصل نتيجه الاستريس ده، الكونسوليديشن اللي حصل نتيجه الاستريس ده. ادي نقطه محتاجين نعيد التجربه بقى كذا مره. نعمل ايه؟ نفس العينه بعد ما خلصت الكونسوليديشن ده نقوم حاطين عليها حمل زياده، نفترض ان احنا مثلا كنا حاطين عليها كيلو، نقوم جايين عاملين الدبل، نقوم حاطين عليها 2 كيلو، نحط كيلو زياده بقت العينه عليها 2 كيلو، ونحط بعد ما نحط ال2 كيلو او نزود الحمل اللي على العينه يبدا يحصل فيها هبوط جديد لان حمل جديد بيأثر. فنشوف برضو نشوف العلاقه ما بين التايم وما بين الكونسوليديشن اللي بيحصل ده، نسيب الحمل الجديد فتره من 24 ل 48 ساعه لغايه لما الكونسوليديشن كله يحصل، وبعدين نجيب دلتا اتش بتاعه الحمل الجديد. فبقى عندي حمل رقم واحد والدلتا اتش نتيجته، بعد كده عندي حمل رقم 2 اللي هو بيبقى دبل بتاع رقم 1 والدلتا اتش نتيجته، بعد كده نقوم مزودين الحمل تاني، حمل رقم 3 والدلتا اتش نتيجته، وهكذا. ماشي؟ بنعمل النقطه، بنقعد نزود الاحمال تدريجيا، بنقعد نزود الاحمال او احنا عاده بندبلرها، بنحط كل حمل دبل اللي قبله تدريجيا لغايه لما نوصل لاقصى حمل احنا عايزينه. ده احنا كنا محددين زي ما قلت لكم طبقا لظروف الموقع وطبقا للعينه على العمق كام، طبقا احنا متوقعين الاستريس اللي يجي عليها اصلا بعد كده لما تتحمل في الموقع يبقى كام. ماشي؟ فبقى عندي كده ايه علاقه او بقى عندي نقط ما بين كل استريس والهبوط اللي هيحصل نتيجته، كل استريس والهبوط اللي هيحصل نتيجته. بناخد العلاقه دي او النتائج دي ونرسم بيها بقى كيرفات هي اللي تحسب لنا الكونسوليديشن، بنرسم بيها بقى شويه شارتات، الشارتات دي هي اللي ممكن نستخدمها عشان نحسب الكونسوليديشن. حقيقه التجربه دي ممكن نرسم بيها كذا شارت، وكل شارت بيدلنا طريقه مختلفه نحسب بيها البرايمري كونسوليديشن، وكلهم بالمناسبه بيطلعوا نفس الحاجه. ماشي؟ بس كل شارت بيعلمنا فاكتور جديد نقدر نحسب بيه الكونسوليديشن. ماشي؟ قبل ما نخش على الشارتس دي، في حد عنده اي اسئله؟ دكتور هو في العبابين والدلتا اتش ده المفروض 24 ساعه صح؟ لا ما معلش انا مش صوت قطع اصلا، ممكن تعيدي سؤال عشان صوت قطع انا ما سمعتكيش. ايوه باشمهندسه مريم. ماشي، هو واضح ان الاشاره عندها فيها حاجه يعني او النت عندها فيها مشكله يعني. طيب انا سمعت في الاخر بعد 24 ساعه ده الدلتا اتش ماكسيمم. بصي، هو احنا الدلتا اتش بتفضل تزيد تدريجي وبعد كده بتوصل للماكسيمم وعاده بتثبت، فاحنا بناخد اقصى قيمه على الكيرف وخلاص، عاده بتثبت. ماشي؟ في بعض الاحيان ممكن يوصل للماكسيمم ويرد لتحت حاجه بسيطه قوي يعني، بس احنا في النهايه بناخد اعلى قيمه، هي دي اللي مش مهم بقى ان هي عند تايم 24 ساعه بالظبط، بس هي عاده هي اللي بتطلع في الاخر يعني في العادي يعني. ماشي؟ طيب حد عنده اسئله تانية؟ هي خرجت ودخلت. باشمهندسه مريم. يا دكتور معلش ما سمعتليش صح؟ هو النت فصل، معلش انا اسف. بص انا ما فهمتش سؤالك قوي، بس انت بتقولي الدلتا اتش ماكسيمم دي اللي هي عند 24 ساعه ولا لا صح؟ لا، هو بيبدا اصلا يعني المفروض اول الجراف بيبدا من بعد 24 ساعه صح؟ لان احنا قلنا ان يعني لا حضرتك قلت ان بعد افتر شورت تايم. اوكي، لا احنا بنحط الحمل وبنسيب الحمل ده من 24 ل 48 ساعه، اثناء ال 24 ساعه دي احنا كل شويه بنقيس الديفورميشن، فاهم قصدي؟ انت سامعاني ولا ايه؟
تمام يا دكتور. يعني احنا حطينا الحمل دلوقتي، الحمل ده بنسيبه بيأثر على التربة 24 ساعة، بعد ال 24 ساعة دي بنزود الحمل، في خلال بقى ال 24 ساعة اللي الحمل فيها ثابت دي، هي دي اللي احنا بنقعد ناخد فيها الريدنج يعني. تمام يا دكتور، شكرا. حد عنده سؤال تاني؟ اوكي طيب، احنا كده قلنا الاختبار. طب بقينا بقى نتكلم شوية عن ايه هي النتائج الاختبار دي، ممكن ناخدها نرسم بيها ايه او نطلع منها ايه علشان نقدر نحسب الكونسوليديشن بتاع السويل. ماشي، اول كيرف ممكن نرسمه بنتائج الاختبار دي ان احنا نرسم ستريس سترين كيرف عادي. انا عندي اوريدي ستريسز مختلفة اثرت بيها على العينة، وكل ستريس انا عندي الديفورميشن اللي حصل بتاعها. الاسترين هو بيساوي الديفورميشن على الاوريجينال، على الارتفاع الاوريجينال بتاع العينه اللي هو عاده بيبقى 19 مللي، وبالتالي انا عندي الاستريس، كل الاستريس حطيته وعندي الاسترين المقابل ليه، ده طلع لي من التجربه اصلا من الاول. فممكن نرسم علاقه بين الاستريس والاسترين، الاستريس هو على الافقي والاسترين على الراسي. بصوا انا برسم الاسترين اللي تحت كده مش لحاجه اكتر من ان هي عشان العينه لما بيحصل السترين ده بيبقى هبوط فبيبقى نازل لتحت يعني، فاحنا عاده في السويل بنرسم شكل السترين كده مش اكتر يعني. ماشي، شكل الاستريس سترين بتاع العينه بيعمل ازاي؟ بيبقى شكله عامل كده، بيبقى شكله شبه الكيرف كده، اوكي، او بيبقى واخد كيرف شويه كده. ده بنرسمه ازاي؟ بيبقى عندنا نقط كتير قوي على الكيرف ده، كل لود حطيته بيبقى عندي السترين المقابل ليه بيطلع لي نقطه، لو وصلنا بينهم كلهم كده بنطلع الكيرف بتاع الاستريس سترين. طب الاستريس سترين ده ممكن استخدمه عشان احسب الكونسوليديشن ازاي بتاع بتاع التربه؟ سهل جدا يعني. التربه في الاصل، السويل بقى في الموقع، سيبك بقى ده احنا رسمناه بعينه في المعمل، سيبك من عينه المعمل خالص، دي ممثله للتربه في الواقع. التربه في الواقع طبقه الكلي اللي احنا عايزين نحسب لها الهبوط دي، هل ما كانتش حاسه باي ستريس خالص، ولا كان عليها من الاول شويه ستريسز اللي هي الافكتيف ستريس اللي كانت موجودين عليها من الاول قبل ما نحط عليها لود؟ هي في الاول كان عليها شويه افكتيف ستريس اللي هم الانيشال، في الانيشال كونديشن الافكتيف ستريس اللي بيبقى موجود على التربه دي قبل ما ناثر عليه باحمال خارجيه، ده اللي احنا بنسميه سيجما نود. ماشي، فالتربه في الاول في الموقع في الاول كان عليها ستريس اسمه سيجما نود، ده قبل ما نيجي جنبها خالص. ماشي، عند السيجما نود ده كان عندها سترين معين من على الكيرف، لما جينا زودنا عليها حمل قمنا زودنا عليها حمل جديد اسمه دلتا سيجما، فبقى عليها ايه؟ سيجما نود. ده الحمل بقى اللي احنا هيجي من المبنى او الحمل اللي احنا متوقع بنصمم عليه، انا اعتبر ان هو الحمل اللي جاي من المنشا بتاعي الاديشنال لود اللي هيعمل الهبوط اسمه دلتا سيجما، فبقى عليها ستريس جديد اسمه سيجما نود زي دلتا سيجما. هي كان اصلا عليها سيجما نود، اوكي، واحنا زودنا دلتا سيجما فبقى عليها سيجما نود بلس دلتا سيجما. لو نزلنا على الكيرف قصادها هنطلع الاسترين المقابل لسيجما نود بلس دلتا سيجما. الفرق ما بين الاثنين دول اللي هو ده فرق الاسترين، ده اللي احنا هنستخدمه عشان نحسب الهبوط. ماشي، ده فرق الاسترين ده، وده اللي احنا هنستخدمه عشان نحسب الهبوط. طيب السلوب بتاع الكيرف ده عند النقطه اللي انا بدرسها او عند الجزء اللي انا بدرسه ده لو رسمناه افترضنا ان العلاقه في الحته دي خط، هي طبعا بتبقى كيرف، بس لو قربناها في المنطقه الصغيره دي لان هي خط، الخط ده بيبقى ليه سلوب بنسميه الام في، ده بنسميه كوفيشنت اوف فوليوم تشينج، ده كوفيشنت اوف فوليوم تشينج او الام في بتاع السويل. الام في ده السلوب، فهو بيساوي دلتا واي على دلتا اكس، يبقى الام في بتساوي دلتا اتش على اتش مقسومة على الدلتا سيجما، الفرق ما بين الخطين الرأسيين الأفقيين هو الفرق الرأسي ده مقسوم على الفرق الأفقي ده، دلتا اتش على اتش مقسومة على الدلتا سيجما، دي احنا بنسميها ام في اللي هو ميل الخط. يبقى الام في ده اسمه كوفيشنت اوف فوليوم تشينج. ايه الدلتا اتش دي؟ الدلتا اتش دي الفرق الارتفاع او الهبوط اللي بيحصل في العينه، ده برايمري كونسوليديشن سيتلمنت اللي انا عايزه، فرق الارتفاع بتاع العينه او فرق الارتفاع بتاع السويل. ال H دي التخانه الاساسيه لطبقه التربه قبل ما نقص عليها بحمل، التخانه الانيشال بتاعه الطبقه قبل ما يحصل فيها هبوط. وايه الدلتا سيجما؟ الدلتا سيجما هو الاستريس الزياده اللي جه سبب الهبوط. احنا عايزين الدلتا H دي، هنلعب في الايكويشن دي شويه، فيبقى الدلتا H
اللي هو consolidation settlement اللي هو انا عايز احسبه بيساوي mv في دلتا سيجما في h. mv في دلتا سيجما في h. اوكي يبقى احنا ممكن عن طريق الستريس سترين كيرف ده نحسب نحسب الهبوط عن طريق الايكويشن اللي بتقول ان الهبوط بيساوي mv اللي هو الميل السلوب بتاع اللاين ده في دلتا سيجما في h. اوكي طب لو جات لي مساله فيها الكيرف ده نستخدمه ازاي؟ ناخد اكزامبل بالراحه كده عشان نفهم الهبوط بقى بيتحسب ازاي. هنا بيقول ان انا عندي دي شكل التربه في الحقيقه، ده السويد بروفايل اللي موجود في الحقيقه. انا كان عندي التربه اصلا كان فيه 7 متر ساند، وبعد كده فيه طبقه 3 متر كلي، وبعد كده فيه طبقه ساند بقى ممتده لتحت خالص ماشي. وجيت انا عايز احط عليها قاعده بتاعت مبنى، واللود اللي جاي على القاعده دي 1800 كيلو نيوتن، ده الحمل الزياده اللي هيسبب الهبوط. مطلوب مني ان انا احسب الهبوط بتاع طبقه الكلي. طب فهو بيقول ايه؟ بيقول ان احنا خدنا عينه من طبقه الكلي دي، خدناها عندنا المعمل خدنا عندنا المعمل وعملنا لها اودوميتر تيست. العينه في الاودوميتر كانت الثيكنس بتاعها 19 ملي، خدنا عينه صغيره وعملنا اختبار اودوميتر اللي احنا لسه شارحينه ده عليها على عينه الثيكنس بتاعها 19 ملي، وطلعنا النتيجه بتاعت الاختبار. اتفقنا ان الاختبار بيطلع لي ستريسز مختلفه اثرنا بيها، وكل ستريس بيطلع لي الهبوط اللي حصل في العينه نتيجته. الهبوط اللي حصل في العينه نتيجته اهو ماشي. شايفين العينه كانت 19 ملي، ان لو حطينا ستريس 20 كيلو باسكال اللي هي 20 كيلو نيوتن متر سكوير طلع هبوط 0.08 ملي. عشان كده كنت بقول لكم ان القيمه بتبقى قليله بالنسبه للثيكنس الاصليه، عشان كده بنجلكت الفرق ده اللي كان بيسال في الاول يعني. المهم دي المساله، هو عايز نحسب بقى، خد عينه اختبرها في المعمل عمل لها اودوميتر تيست، وعايز نستغل نتائج الاودوميتر دي عشان اقدر احسب الهبوط بقى اللي هيحصل في طبقه الكلي ده في الموقع لما ناثر عليها بالحمل الجديد ده ماشي. فنحلها ازاي؟ اول حاجه نعملها في حاجه اساسيه لما نبدا في اي مساله كونسوليديشن، في حاجات كده اساسيه لازم نبدا نحسبها قبل ما نعمل اي حاجه. اوكي لازم نحسب طبقه الكلي دي الاستريس الانيشال اللي كان عليها، الافكتيف ستريس اللي كان جاي عليها اصلا كان كام قبل ما نعمل القاعده دي خالص، اقول له نصر عيب احمال، ونحسب الاستريس اللي هيجي عليها نتيجه الاحمال الزياده دي كام. فبنحسب السيجما نود وبنحسب الدلتا سيجما، اللي هم هنا لازم نحسب السيجما نود ولازم نحسب الدلتا سيجما عشان نقدر نعمل اي حاجه ماشي. طب نحسب السيجما نود ازاي؟ احنا فاكرين السيجما نود، السيجما نود ده افكتيف ستريس اللي هو كنا بناخد سميشن جاما في اتش، نقول والله السيجما نود بتساوي الجاما بتاعه السويل في الاتش زائد الجاما بتاعه الطبقه اللي وراها في الاتش وهكذا. احنا عايزين نحسب الاستريس اللي بيأثر على طبقه الكلي. طب فين في طبقه الكلي؟ طبقه الكلي الاستريس اللي بيأثر عليها مش ثابت، يعني لو انا وقفت عند الخط الفاصل ده اللي ما بين الساند والكلي عند اول طبقه الكلي بالظبط وحسبت الاستريسز، هحسب الاستريس هيساوي الجاما بتاعه الساند في ارتفاع الساند اللي فوق ده اللي هو 2 متر و5 متر يعني، فهيأثر على ستريس معين ماشي. لو حسبت هنا هيبقى الاستريس اللي على النقطه دي جاي من الارتفاع ده كله من التربه دي كلها. طب تحت لو حسبت الاستريس اللي جاي على الطبقه تحت هنلاقي ان كل اللي فوقيها ده بيأثر عليها، وبالتالي الافكتيف ستريس ده بيتغير، هو مش رقم ثابت، كل ما بننزل لتحت كل ما بننزل لتحت الافكتيف ستريس بيزيد. نحسبه فين؟ فاحنا عايزين نعمل ايه؟ فبناخد الافريج، الافريج ستريس اللي بيأثر على الطبقه دي. الافريج بمعنى ايه؟ فبناخد الاستريس اللي موجود عند نص الطبقه باعتبار ان ده الافريج ستريس اللي بيأثر على طبقه الكلي اللي احنا هندرسها دي. فنقوم ايه شادين خط في نص الطبقه دي، الطبقه دي 3 متر، حطينا خط ده اللي هنحسب عنده الاستريسز المختلفه على عمق في النص الطبقه، فبقى متر ونص ومتر ونص تمام. بعد كده نبدا نحسب الاستريسز، نبدا نحسب الاستريسز بقى بالراحه كده. الافكتيف ستريس جاما في اتش، فنقف عند الطبقه دي ونحسب جاما في اتش بقى، سميشن جاما في اتش. هنلاقي الطبقه الاولانيه دي طبقه ساند الجاما بتاعتها 19، واحنا فوق الجراوند ووتر تيبل، فهناخد الجاما ساتوريتد زي ما هي او جاما كوتوت، فتبقى 19 في ال 2 متر 19 في 2 زائد الاستريس اللي جاي من الحته دي، الحته دي نفس طبقه الساند بس تحت الجراوند ووتر تيبل، واحنا بنتكلم بافكتيف ستريسز ماشي. فيبقى الحته دي هنضربها في جاما سبمرجد
اللي هي بتساوي 9 19 ناقص 10 فيبقى 9 اهي دي الجاما سبمرجد اتضربت في الارتفاع ده كله اللي هو ال 5 متر زائد الحته دي عمقها قد ايه من اول هنا لغايه هنا ادي متر ونص اهي مضروبه في الجاما طبقه الكلي دي الجاما بتاعتها 13 بس احنا تحت الجراوند ووتر تيبل فهنشتغل برضو بالسبمرجد فيبقى الجاما بتاعتها كام 13 ناقص 10 اللي هي 3 يبقى ادي ال 3 ادي الجاما مضروبه في الارتفاع يبقى الافكت في السيز بيساوي 19 في 2 زائد 9 في 5 زائد 3 في 1.5 يطلع الافكتيف ستريس الانيشال ستريس 87.5 كيلو باسكال ده قبل ما نحط القاعده او قبل ما نأثر باي حمل او اي حاجه دي سيجما نود تاني حاجه نحسب بقى الدلتا سيجما الستريس اللي جاي من القاعده هنا برضو هنشتغل على نص الطبقه نفس الخط اللي احنا رسمينه هنا فالخط ده بيبعد عن القاعده قد ايه ادي 5 متر ودي متر ونص فبقى بعد الخط ده عايزين نحسب الاستريس على عمق 6 متر ونص تحت القاعده هنا القاعده 4 في 4 وعليه لود 1800 مش هنشتغل بقى مع بعض بانفلوينس شارتس وحاجات زي كده مش محتاجين الحاجات دي قوي احنا هنشتغل على ابسط صوره بتاعت اللودز اللي هي كانت طريقه 2 لواحد لو تفتكروها الطريقه دي كانت بتقول ان الحمل اللي جاي من القاعده بيبدا يتوزع بميل 2 لواحد طول ما العمق بينزل لتحت فالقاعدة دي عاملة ستريس نتيجة اللود على كل المساحة دي كنا بنحسبه ازاي بيساوي اللود اللي بيأثر على القاعدة مقسومة على X اللي هي طول القاعدة زائد الزد اللي هو العمق ده في الواي زائد الزد احنا خدنا الطريقة دي قبل كده في الواي اللي هو عرض القاعدة زائد الزد هنا القاعدة أبعادها 4 متر في 4 متر ادي اللود ال 1800 مقسوم على 4 اللي هو طول القاعدة زائد 6.5 اللي هي المسافة من القاعدة لغاية النص الطبقة مضروبة في 4 اللي هي عرض القاعدة زائد 6.5 اللي هي مسافة من القاعدة لغاية نص الطبقة حسبنا أي ثانية واحدة فطلع طلع الستريس اللي جاي نتيجة القاعدة دي 16.3 كيلو باسكال نعم هي الحتة اللي فوق دي التاني مش اللي هي بتاعت السيجما نوت انت فاكر الافكتيف والتوتال والبور التوتال ستريس والبور ووتر بريشر والافكتيف ستريس تمام احنا كل الموضوع ان احنا وقفنا عند الخط ده انت شايف الخط تمام. انت شايف الماوس بتاعي صح مبين الماوس ايوه احنا وقفنا عند الخط اللي في نص الطبقه دي وحسبنا الافكتيف ستريس فهو بيساوي جاما في اتش صح صح طب انا عندي هنا كام طبقه ادي واحده ادي الثانيه وادي الثالثه تمام الاولانيه ساند الجاما بتاعته ب 19 اهي كل ده طبقه رمل عاديه والجاما ب 19 ف 19 في عمقها 2 خلاص مظبوط الثانيه نفس الساند بس تحت الجراوند ووتر تيبل فبنشتغل بالجاما ايه ساتوريتد لا احنا عاوزين نحسب افكتيف نشتغل بالسبمرجد سبمرجد تمام ايوه عشان كده قمنا واخدين دي ال 19 دي وطرحنا منها 10 عشان نجيب السبمرجد فبقت 9 جم فبقى 9 في 5 ليه 10 يعني مش لا ده انت جبت الترم الاول اللي هي الجام ووتر يعني ايوه يا عم تزعلني منك ده انتوا لسه متحنين من اسبوعين تمام ولسه بقول لكم نتائجكم حلوه والنتيجه طلعت حلوه وحاجه لا لفت معايا معلش ماشي مفيش مشكله طب كده فهمت لا تمام كده فهمت كده تمام طيب حد عنده سؤال تاني تمام يبقى احنا كده اول خطوه دايما في مساله الكونسوليديشن قبل ما نشوف بقى احنا هنحلها ازاي لان احنا هناخد دلوقتي كذا طريقه لحل الكونسوليديشن اول خطوه دايما ان احنا نحسب السيجما نود والدلتا سيجما نشوف الطبقه اللي هيحصل لها كونسوليديشن ونحسب السيجما نود والدلتا سيجما طبعا الرمل ده ما بيحصلوش كونسوليديشن الرمل ده ما بيحصلوش كونسوليديشن اتفقنا هو لازم سلت او كلي وتحت الجراوند ووتر تيبل فدي الطبقه الوحيده اللي بيحصل لها كونسوليديشن تمام نخش بعد كده بقى هو كان مديني علاقه ما بين الاستريس وما بين السيتلمنت فانا كل الموضوع ان انا هقوم قلبها علاقه ما بين الاستريس وما بين الاسترين الاسترين ده ايه السيتلمنت ده دلتا اتش عشان اقلب من سيتلمنت الاسترين بقسم على الاتش بتاع العينه جيفن اصلا من الاول اهي ان العينه الثيكنس بتاعها اصلا كام 19 ملي فكل رقم من دول هاخده اقسمه على 19 بس مش اكتر عشان اطلع سترين بدل ما هو سيتلمنت ماشي فقمت مطلع الاسترين كل واحده من دول الرقم ده قسمته على 19 ملي اللي هو الثيكنس الرئيسي بتاع العينه
وبعد كده وقعت النقط اهو ستريس وادي سترين، وقعت النقط اللي طالعه لي من الاختبار ورسمت ما بينهم كيرف. في اي مشكله؟ نخش بقى. طب نستخدم الكيرف ده ازاي؟ احنا قلنا ان السيجما نود احنا حسبناها كانت 87.5. عند لما نخش في الكيرف ده نحط سيجما نود على الستريس 87.5 اللي احنا لسه حاسبينها، نخش هنجيب السترين المقابل ليها 0.02 من الرسمه بتاعتنا. ماشي. بعد كده نخش تاني بسيجما نود زائد دلتا سيجما. بعد ما زودنا الدلتا سيجما بقى، سيجما نود زائد دلتا سيجما هتطلع 103.8. دلتا سيجما كانت 16 وشويه، لما تزودها على السيجما نود اللي هي 87 تطلع 103.8. نخش هنا ب 103.8، ننزل على الكيرف نطلع الدلتا اتش على اتش المقابله ليها تطلع 0.027. فبقى عندي دلتا اتش على اتش عند السيجما نود، بقى عندي دلتا اتش على اتش عند السيجما نود زائد دلتا سيجما. ماشي. وعندي طريقتين بقى نتعامل معاها بطريقه من الاثنين. يا اما اول حاجه نقول نحسب الام في، نقول والله الام في تساوي دلتا اتش على اتش على دلتا سيجما. دلتا اتش على اتش دي بتساوي الفرق ما بين الرقم نقطتين 0.027، الفرق ما بين الاثنين دول يعني ما بين ده وما بين ده، فيبقى ساعتها 0.027 ناقص 0.02 ونقسمها على الدلتا سيجما اللي هي 16.3 اللي احنا حاسبينها، يطلع الام في اهو 4.3 × 10^4. ده الام في. ماشي. يا اما نقوم حاسبين الام في ونرجع بقى في الايكويشن نقول ان الكونسوليديشن بيساوي ام في في دلتا سيجما في اتش، فدي الام في 4.3 × 10^4 في الدلتا سيجما اللي هي سببت الهبوط 16.3 في الاتش اللي هي السمك الاصلي بتاع الطبقه. الطبقة أصلا سمكها قد إيه؟ طبقة الكلي 3 متر. فيبقى مضروبة في إيه؟ في 3 اللي هي سمك طبقة الكلي قبل ما يحصل لها أي بتاع، يطلع قبل ما يحصل لها ديفورميشن، فيطلع البرايمري كونسوليديشن سيتلمنت 0.021 متر، أوكي؟ اللي هو هو بيساوي 2.1 سنتيمتر يعني. 2.1 سنتيمتر. يا إما الطريقة التانية، ليه أنا لفيت حوالين نفسي وحسبت الـ MV بعد كده رجعت هنا تاني؟ طب ما انا الدلتا اتش على اتش اللي هو الفرق ما بين الاثنين دول نخصمهم على طول يبقى 0.007. ده الدلتا اتش على اتش اللي حصلت نتيجه الدلتا سيجما. انا عايز اجيب الدلتا اتش فاقوم على طول عامل ايه؟ ضاربها في اتش. فبقى عندي 0.007 اللي هو الفرق ما بين الرقمين دول، وقمت ضربته على طول في السيكنس بتاع الطبقه اللي هو 3 متر، طلع نفس الرقم اللي هو 2.1. فيعني احنا هنرسم الكيرف ونخش بالنقطتين وبعدين نشوف الفرق ده. عندي حاجه من الاثنين، يجيب السلوب اجيب الام في وبعدين ارجع اعوض في المعادله، يا اما على طول اشوف الفرق ما بين الاثنين دول قد ايه واضربه في ثيكنس الطبقه، يبقى احنا كده جبنا الهبوط اللي حصل. في حد مش فاهم اللي انا قلته لغايه دلوقتي قبل ما اخش على الشارت اللي بعده؟ لو سمحت يا دكتور. نعم. هو لما بنيجي نحسب اول خطوه اللي هي سيجمنت افكتيف تريسس، نختار عند النص اللي هو نص الطبقه اللي هتحصل عندها. ايوه بالظبط. مش انا ممكن اعمل اجيب عندها السيجما التوتال الاول وبعد كده اجيب الميو وبعد كده اطرحهم من بعض، يبقى هو ده السيجما نوت؟ اه طبعا. اه عايز تعمل كده اعمل كده مفيش مشكله. تمام. هو حد عنده سؤال تاني؟ طيب ده اول شارت ممكن نطلعه. يبقى احنا اول شارت طلعناه من الاودوميتر هو الستريس سترين كيرف. تاني حاجه ممكن نطلعها من نتائج الاودوميتر هي ايه؟ احنا كل الكلام ده قلناه. تاني حاجه نرسم علاقه ما بين الستريس وما بين الفويد ريشيو. نرسم علاقه ممكن من النتائج اللي تطلع لنا نقدر نرسم علاقه ما بين الستريس وما بين الفويد ريشيو بتاع السويل. اوكي. العلاقه ما بين الستريس وما بين الفويد ريشيو لو رسمناها لعينه التربه هنلاقي شكلها هو كيرف برضو بس مقلوب كده زي ما انتم شايفين. كل لما الاستريس بيأثر على العينه يزيد، كل لما الاستريس اللي بيأثر على التربه يزيد، معنى كده ان هيحصل فيها هبوط اكتر. بما ان هيحصل فيها هبوط اكتر يبقى الفويدز ريشيو هيحصل لها ايه؟ تقل اكتر. مش الهبوط بيحصل نتيجه تقليل في الفويد ريشيو، فكل ما الهبوط يزيد يبقى الفويد ريشيو قلت اكتر. ماشي. هنا برضو نفس الفكرة عند الإفكتيف ستريس الأولاني اللي هو السيجما نود اللي هو الإفكتيف الإنيشال إفكتيف ستريس قبل ما نأثر بأي حمل، التربة بيبقى عندها فويد ريشيو اسمها فويد ريشيو إنيشال أو الإي نود.
لما بنقصر بدلتا سيجما جديده على العينه، فبيبقى العينه عليها سيجما نود زائد دلتا سيجما، بيبقى عندها اي جديده اسمها اي فاينل، ان الاي قلت شويه نتيجه تقليل حجم الفراغات. عند سيجما نود في اي نود، وعند سيجما نود زائد دلتا سيجما في اي فاينل. ماشي. السلوب بتاع الخط ده بقى، السلوب ده بنسميه اي في، الاولاني كنا سميناه ام في. السلوب الاولاني هو كنا سميناه ام في، كوفيشنت اوف فوليوم تشينج. هنا في الاستريس، لو العلاقه ما بين الفويد ريشيو وما بين الاستريس، السلوب بتاع الكيرف ده بنسميه الاي في. اوكي. الاي في، الاي في بيساوي ايه؟ فرق الفويدز ريشيو اللي هي الاي نود ماينس الاي فاينل مقسومه على فرق الاستريسز اللي هي الدلتا سيجما، يبقى هي تساوي دلتا اي على دلتا سيجما. الاي في ده بنسميه كوفيشنت اوف كومبريسيبيليتي، كوفيشنت اوف كومبريسيبيليتي. ماشي. طيب معادله الهبوط الاولانيه اللي احنا قلناها في الاول خالص، المعادله الرئيسيه بتاعه الكونسوليديشن، قلنا ان الكونسوليديشن بيساوي دلتا اتش بتساوي دلتا اي على واحد زائد اي نود في الاتش. كل موضوع ان احنا هنشيل دلتا اي من الايكويشن دي ونحط بدلها اي في في دلتا سيجما، فممكن نقول ان الهبوط بيساوي اي في في دلتا سيجما على واحد زائد اي نود في الاتش. نفس الايكويشن بالظبط، شلنا الدلتا اي وحطينا اي في في دلتا سيجما. ماشي. فاذا الايكويشن دي انا ممكن استخدمها لو انا عارف الاي في بكام، او لو انا عندي الكيرف بتاع الفويدز ريشيو والستريس ده. اوكي. طب نفس المسألة، نفس المسألة بالظبط، بس هنا الفرق ايه؟ نفس طبقات التربة ونفس كل حاجة. هنا احنا خدنا بقى بدل ما يطلع لي من الكيرف، بدل ما اديك من نتائج الاختبار استرس وقصادها سترين او ديفورميشن، انا اديت لك العلاقة ما بين الاسترس والفويد ريشيو، اديت لك العلاقة ما بين الاسترس اللي بيأثر على العينة والفويد ريشيو، نفس ذات العينة. اوكي. ده ما اعرفش مين. اوكي. نفس العينه يا شباب. ماشي. هنحل ازاي؟ قلنا اول خطوه دايما بنحسب السيجما نود والدلتا سيجما بغض النظر عن اي حاجه، هي نفس المساله اللي فاتت، نفس الحسابات، نفس السيجما نود. اللي انا خرجت من السلايد. انا خرجت. اه طيب استنى كده نشوف في بريزنت شير كونتنت اهو كده. دخلت تاني. كده تمام. تمام. نفس المساله يا شباب بالظبط، وبالتالي نفس الايفكتيف، نفس السيجما نود اللي هي 87.5، ونفس الدلتا سيجما 16.3 اللي حسبناه في المساله اللي فاتت، ما رضيتش اغيرها انا يعني. ماشي. بس طيب ازاي بقى نستخدم الاستريس والفويد ريشيو؟ هنرسم هنا المره دي الكيرف بتاع ستريس فويد ريشيو بدل الاستريس سترين اللي رسمناه. نفس الفكره، مش هنحتاج نعمل حاجه اكتر من احنا شويه نوقع شويه النقط اللي موجوده، هيطلع شكل الاستريس، شكل الكيرف عامل كده. ماشي. احنا مجرد وقعنا النقط، نخش بسيجما نود اللي هي 87.5، هيبقى الاي نود اللي هي الانيشال فويدز ريشيو تساوي 1.45، دي الاي بتاعت السويل في الموقع قبل ما اثر عليها باي حمل ولا اي حاجه في الموقع، الاي بتاعتها كده. ماشي. ولو دخلنا بسيجما نود زائد دلتا سيجما بقى اللي هي 103.8، لو بعد ما اثرنا بالحمل الجديد، الاي هتقل شويه لاي فاينل بتساوي 1.37. ماشي. فبقى عندي اي نوت وبقى عندي اي فاينل. اوكي. نعمل ايه برضو؟ حل من اثنين براحتك، يا اما ترجع تقول ان الاي في بتساوي الدلتا اي على الدلتا سيجما، الدلتا اي خلاص انت جبتها من الشورت 1.45 ناقص 1.37 مقسوم على الدلتا سيجما اللي هي 16.3، فطلعنا قيمه الاي في. ماشي. ورجعنا في الايكويشن عوضنا اي في في دلتا سيجما على 1 زائد اي نوت، ادي الاي في وادي الدلتا سيجما وادي 1 زائد اي نوت وادي سمك الطبقه الاصلي 3 متر، طلعت 0.01 متر، يعني اللي هي طلعت سنتي، الهبوط طلع سنتي. يا اما الحل رقم 2، انا اوريدي عندي الدلتا اي تساوي 1.45 ناقص 1.37، ده الدلتا اي اللي حصلت اللي هي احنا حسبنا بالاي في فوق، الدلتا اي 0.08، دخلنا في الايكويشن الاصليه دلتا اي على 1 زائد اي نود في اتش، ادي دلتا اي لسه حاسبينها، 1 زائد اي نود دي جبناها من الشورت في اتش اللي هي سمك الطبق الاساسي، هيطلع نفس الرقم بالظبط. يبقى انا لو اديت لك، او انت لو عندك الاستريس والفويد ريشيو كيرف، يا اما على طول تحسب الدلتا اي وتخش في الايكويشن الاصليه دلتا اي على 1 زائد اي نود في اتش، يا اما عايز تحسب الاي في وترجع تعوض في المعادله تاني، الاثنين هيطلعوا نفس القيمه، الاثنين جايين من نفس القانون.
ماشي. في حد مش فاهم حاجة في المعادلة في المرة دي في الـ AV أو في الـ equation دي ازاي يطبق فيها؟ يا شباب تمام. لو سمحت يا دكتور. نعم حبيبي. هو مش المسألة اللي فاتت هي المسألة دي؟ بس مش انت هتقولي ليه مش الهبوط هو هو؟ لا دي نتائج اختبار ودي نتائج اختبار تاني، انا بس ثبت شكل الطبقة علشان ما نقعدش كل مرة نحسب سيجما نود ودلتا سيجما من الاول. تمام ماشي. انما العينه اللي معمول بيها العين، على فكره النتائج دي عينات فعلا كانت موجوده عندنا يعني في المعمل، فالعينه اللي معمول بيها اللي معموله للكيرف ده من حته يعني من منطقه، والعينه دي من منطقه تانية خالص، فهي مش نفس التربه ولا حاجه، انا بس ثبتت لك السيجما نود والدلتا سيجما مش اكتر. ماشي تمام شكرا. ماشي حد عنده سؤال تاني؟ اوكي تعبته وانا كمان والله، بس يعني خلاص هانت. نخش على اللي وراه، تالت كيرف ممكن نرسمه. الكيرف التالت اللي ممكن نرسمه اللي هو الستريس لوج الفويد ريشيو. احنا قبل كده رسمنا الفويد ريشيو مع الستريس ماشي، بس رسمنا الفويد ريشيو مع الستريس. هنا بس كل اللي احنا نعمله ان احنا نعمل اللوج بقى، لوج ستريس فويد ريشيو كيرف. هو هنا مكتوبه غلط، هي مش ستريس لوج فويد ريشيو، هي لوج الستريس. فالفويد ريشيو زي ما هي هي على المحور الراسي والمحور الافقي. الستريس بدل ما ارسمها بسكيل عادي رسمتها باللوج، بقت لوج الستريس لوج سيجما يعني. هنا شكل الشارت بيبقى مختلف شويه، شكل الشارت بيبقى عامل زي بيبدا كيرف كده لغايه لما بنوصل لمنطقه معينه، وبعد كده بيكمل خط مستقيم. بيبدا في المنطقه الاولانيه كيرف كده، وبعد كده بيجي عند نقطه معينه ويقلب الشكل بيبقى خط مستقيم. ده لما بنقلب الاستريس ان هي تبقى باللوج ماشي. الميل بتاع الخط المستقيم ده اسمه سي سي، الميل بتاع الخط المستقيم ده اسمه سي سي. نفس الفكره، نخش بقى المره دي باللوج عند لوج سيجما نود، عند السيجما نود اللي هي الانيشال ستريس. عند لوج السيجما نود بيبقى السوي اللي هي فويد ريشيو اسمها اي نود. عند لوج سيجما نود بلس دلتا سيجما اللي هو بعد ما زودنا الحمل بيبقى السوي اللي هي اي اسمها اي فاينل، والفرق ما بينهم ده دلتا اي. السلوب بيساوي دلتا واي على دلتا اكس، فالسي سي هتساوي دلتا اي اللي هو اي فاينل ناقص اي انيشال مقسومه على لوج سيجما نود بلس دلتا سيجما ناقص لوج سيجما نود. من خواص اللوج ان لوج ناقص لوج ممكن نقسمهم على بعض، فيبقى لوج اللوج سيجما نود بلس دلتا سيجما ماينس لوج سيجما نود دي ممكن نشيلها ونحط بدلها لوج سيجما نود بلس دلتا سيجما على سيجما نود، فيبقى السي سي اللي هو ميل الخط ده اللي هو احنا بنسميه كومبريشن اندكس ماشي. الكومبريشن اندكس ده بنساوي دلتا اي على لوج سيجما نود بلس دلتا سيجما على سيجما نود ماشي. نفس الفكره هتلاقوا بكل الكيرفات، كل كيرف بنجيبه وبعدين بنطلع السلوب ونسميه حاجه. كل كيرف علاقه بين حاجتين بنجيبها نطلع السلوب ونسميها حاجه وبعدين نستخدمها لحساب الهبوط ماشي. الايكويشن الاصليه، نرجع بقى للايكويشن الاصليه، الكونسوليديشن سيتلمنت دلتا اي على 1 زائد اي نود في اتش، دي الايكويشن قلناها في الاول. هنشيل هنا دلتا اي، كل الموضوع ان احنا نشيل دلتا اي ونحط بدلها سي سي مضروبه في اللوج ده. شلنا دلتا اي وحطينا سي سي مضروبه في اللوج، فيبقى الايكويشن اتحولت بقى ان الهبوط بيساوي سي سي على 1 زائد اي نود في لوج سيجما نود بلس دلتا سيجما على سيجما نود في اتش ماشي. الايكويشن دي هتلاقوها اشهر ايكويشن بنحسب بيها كونسوليديشن عاده، لان دايما بيبقى السي سي ده هو في معظم الحالات لما تيجوا تشتغلوا بره بالسي سي ده بيبقى مينلي بيبقى هو اللي جيفن يعني. فالايكويشن دي هتلاقوها مشهوره قوي، بيبقى البرايمري كونسوليديشن سيتلمنت سي سي على 1 زائد اي نود لوج سيجما نود بلس دلتا سيجما على سيجما نود في اتش، والسي سي ده اسمه كومبريشن اندكس ماشي. والسي سي ده اسمه كومبريشن اندكس اوكي. قبل ما نخش على الاكزامبل، الكيرف ده بنطلع منه مجموعه من التعريفات مهمه قوي. اول حاجه فيها اسمها الاوفر كونسوليديشن بريشر او السيجما سي. اوفر كونسوليديشن بريشر، اوفر كونسوليديشن بريشر ده ازاي؟ لو نلاحظ ان الشكل الكيرف بتاع الفويد ريشيو مع لوج الستريس ده بيبدا في الاول كيرف وبعد كده بينتقل يبقى ايه خط. بيبدا في الاول كيرف بعد كده عند حد معين
بينتقل يبقى خط. الاوفر كونسوليديشن بريشر ده هو الاستريس اللي بيتنقل عنده ده من كيرف الخط. الاوفر كونسوليديشن بريشر ده هو ده الحد الفاضي، هو ده الاستريس اللي بيتنقل عنده الكيرف ده من كيرف الخط، ماشي؟ ده الاوفر كونسوليديشن بريشر، وبيبقى عنده الفويد ريشيو بنسميها الاي سي، بيبقى عنده الفويد ريشيو بنسميها الاي سي، ماشي؟ طب هو تعريفه ايه بقى؟ الاوفر كونسوليديشن بريشر ده هو اقصى استريس مر على التربه دي في تاريخها الجيولوجي كله وحصل نتيجته كونسوليديشن. التربه دي تاريخها الجيولوجي بيبقى الاف السنين وملايين السنين، في خلال عمر التربه ده كله اقصى استريس اثر عليها وحصل كونسوليديشن للتربه دي تحت تاثير الاستريس ده بيكون هو ده اسمه الاوفر كونسوليديشن بريشر، ماشي؟ الاوفر كونسوليديشن زي ما قلت لكم هو ده الحد الفاصل ما بين الكيرف واللاين في علاقه الايلوك سيجما، الايلوك سيجما، ماشي؟ طيب ومنه بنجيب حاجه اسمها الاوفر كونسوليديشن ريشيو او سي ار، ودي حاجه مهمه جدا في السيلت والكلي. الاوفر كونسوليديشن ريشيو دي من اهم الخواص لما بنيجي نتكلم على تربه متماسكه ساتوريتد. الاو سي ار، الاو سي ار ده بيساوي ايه؟ بيساوي الاوفر كونسوليديشن بريشر اللي هو اقصى ستريس مرة على التربة في تاريخها، ماشي؟ مقسوم على الستريس، الإفكتيف ستريس اللي بيمر على التربة دلوقتي، الستريس اللي موجود على التربة دلوقتي. خلي بالكم مش لازم نيجي على موقع أو على تربة في منطقة ما ويكون الإفكتيف ستريس اللي موجود دلوقتي ده على حاجة بيأثر عليها، لا، ممكن تكون قبل كده كان عليها أحمال زيادة وبعدين نتيجة ويذرينج أو أي حاجة حصلت الأحمال دي راحت ما بقتش موجودة وبيأثر عليها دلوقتي سيجما نود اقل من اللي كان موجود عليها زمان. الريشيو ما بين السيجما سي والسيجما نود ده اللي بنسميه الاوفر كونسوليديشن ريشيو. حد عنده سؤال لغايه دلوقتي؟ دكتور ما لو سمحت، وانا اعرف الاحمال اللي اثرت على التربه دي قبل كده ازاي؟ ما انت مش بتعرفها، انت لسه هشرح لك دلوقتي ازاي نحددها من الكيرف. هو ميزه الكيرف ان هو يعني ميزه الشارت بتاع الايلوك سيجما ان احنا ممكن نحدد من عليه السيجما سي، هو ميزته ان احنا نحددها من عليه، ده احد مزايا الكيرف ده. يعني قلت لك الكيرف ده الناس بتشتغل عليه كتير، ميزته ان احنا نقدر نجيب من عنده السيجما سي، بس دي الميزه بتاعته يعني، فاهم؟ ازاي بقى نجيب السيجما سي من على الكيرف؟ احنا الكيرف ده طالع من نتيجه اختبارات معمل، خلي بالك. ازاي جاي نجيب السيجما سي من على الكيرف بقى بالظبط؟ هشرح لكم دلوقتي. تمام، شكرا. ماشي، حد عنده سؤال تاني؟ دكتور، دكتور واحد واحد. هو اقصى حمل جه على التربه دي مش حمل خارجي صح؟ خارجي او داخلي. يعني مثلا ممكن اقول لك حاجه، نيجي عند حته كده في الاقصر مثلا ولا حاجه، زمان ايام الفراعنه من 4-5000 سنه كان عليها معبد، عملوا عليها معبد، عملوا عليها حاجه يعني، ماشي؟ والتربه دي نتيجه الاحمال بتاع المعبد دي هبطت، حصل لها كونسوليديشن خلاص زمان اياميهم، تمام؟ بعدين المعبد ده راح اتشال، وقع مع مرور الزمن يعني، فبقى عليها دلوقتي سيج ستريس. الاستريس الموجود عليها دلوقتي لما اجي نبني عليها بقى حاجه جديده، هي دلوقتي حاسه بافكتيف ستريس عادي سيجما نود، صح؟ اقل من اللي كان موجود عليها زمان. زمان كان عليها ستريس اعلى بكتير نتيجة وزن المعبد ده، فبقت السيجما سي هو الاستريس اللي كان موجود عليها زمان اللي هو ايام المعبد، اللي هو ايام المعبد، دلوقتي عليها سيجما نود اقل عادي. تمام، شكرا. هو السيجما سي ممكن يكون من احمال خارجيه برضو عادي خالص، المهم هو استريس جه وحصل نتيجته كونسوليديشن زمان. تمام. طب هل التربه هترجع يعني رجعت تاني للوضع الاصلي بتاعها، ولا هي نسبه يعني الهبوط بتاعها ثابت؟ لا، ما احنا اتفقنا ان التربه إلاستو بلاستيك، يعني حته صغيره بترجع والباقي بيفضل، في حته بترجع وحته بتفضل يعني. تمام، ماشي. شكرا. بس هي الفكره ايه؟ حتى لو الهبوط ده رجع، هي حست زمان في تاريخها هي جه عليها الحمل ده قبل كده، فبقى عندها ميموري، بقى عندها يعني اعتبره، معلش انا اسف، بعتبر التربه دي حاجه بتفهم يعني، فهي بقى عندها ميموري اتسجل عليها خلاص ان الاسترس ده جالي قبل كده وحصلت حصل هبوط نتيجته، فلما يجي لي تاني مش هيحصل نفس الهبوط الكبير ده، هيحصل هبوط اصغر شويه، خلاص هي عرفت تتعامل معاه، حصل لها هبوط زمان نتيجته، فلما يجي تاني هيحصل هبوط اقل.
تسجل في الميموري بتاعها. تمام، حتى لو الاسترس اللي انا هحطه عليها اعلى من اللي هو السيجما سي، ساعتها بقى البيهيفير بيختلف، ودي اديني 3 دقايق وهنوصلها. اوكي تمام، شكرا. ماشي، حد عنده سؤال تاني؟ تمام، يبقى احنا كده فهمنا يعني ايه اوفر كونسوليديشن بريشر، وفهمنا الاوفر كونسوليديشن ريشيو اللي هي العلاقه بين السيجما سي والسيجما نود. ماشي، طيب ازاي بقى نحدد السيجما سي لو انا عندي بقى اخدت عينه من التربه وعملت عليها اختبارات وطلعت شكل الكيرف بتاع الاي لوكس سيجما ده طلع لي، ازاي بقى احدد عليه السيجما سي فين؟ ازاي اجيب، خلي بالكم ان انا مش لازم يكون عندي النقطه بالظبط، يعني مش هكون انا منشن ان انا عارف الاسترس بالظبط اللي عدى على التربه فعارف النقطه دي كام. هو كيرف بيطلع كيرف وبعدين فجاه تلاقيه قلب خط، انت مش عارف بالظبط هو قلب فين. طب احنا نعرفها منين؟ اوكي، في طرق كتيره قوي ممكن نعملها علشان نجيب بيها سيجما سي من على الكيرف ده. احنا هنشرح واحده منهم للتبسيط، اعرفوا الخطوات بتاعتها كويس، ممكن تتسالوا فيها في النظر، يعني يقول لك اشرح الخطوات بتاعه ازاي نجيب السيجما سي من على كيرف اي لوك سيجما. اول حاجه بنعملها بنيجي على منطقه الكيرف اللي موجوده ونحدد اعلى نقطه موجوده عليها، اكتر نقطه عندك الماكسيمم كيرفتشر، مش اعلى نقطه اللي هي دي، الماكسيمم كيرفتشر ده واخد جزء كده كيرف، فالبيك بتاع الكيرف ده شكله عامل ازاي، دي بنسميها نقطه ايه، حدد اعلى نقطه على الكيرف اللي هي نقطه ايه. اوكي، دي عندها ماكسيمم كيرفتشر. وبعد كده نقوم واخدين عند نقطه ايه دي تانجنت، ناخد من عند نقطه ايه تانجنت اللي هو الخط الازرق ده. تاني حاجه نيجي بقى على منطقه ونيجي من نقطه ايه دي نقوم واخدين خط افقي كمان. يبقى احنا حددنا نقطه ايه اللي هي النقطه اللي عندها الماكسيمم كيرفتشر، خدنا من عليها تانجنت للكيرف وخدنا منها خط افقي اللي هو الاخضر. وبعد كده قمنا جايبين الخط البرتقاني ده البايسيكتور بتاع الاثنين، اوكي، نصفنا الزاويه اللي ما بين الاخضر والازرق وطلعنا الخط البايسيكتور اللي هو البرتقاني ده. ماشي، بعد كده نقوم جايين على الخط بقى الجزء اللي في الكيرف اللي هو خط اللي هو جزء في الاخر ده ونمده على استقامته، مش احنا قلنا وبعد كده بيقلب خط، نيجي الخط الاحمر ده ونمده على استقامته. نشوف بقى نقطة التقاطع ما بين الخط الأحمر ده والخط البرتقاني اللي هو البايسيكتور، التقاطع ما بين الخط الأحمر وخط البرتقاني ننزل منه بخط رأسي، يبقى احنا جبنا السيجما سي. اوكي، تاني سهلة، نحدد النقطة اللي عندها الماكسيمم كيرفتشر نقطة ايه، ناخد منها خط تانجنت وناخد منها خط أفقي وبعدين نعمل لهم بايسيكتور. نيجي بقى عند الخط الجزء اللي في الكيرف اللي هو قلب بقى خط اللي هو الاحمر التقيل ده، نقوم عاملين مدينه على استقامته، نشوف هيقطع البايسيكتور فين وننزل منه بخط راسي. يبقى احنا كده ادي لوج سيجما سي، من الحته دي نقدر نجيب السيجما سي بتساوي كام. ماشي، دي بتبقى بالظبط نقطه السيجما سي. طيب شويه تعريفات بقى بناء على الاوفر كونسوليديشن بريشر والاوفر كونسوليديشن ريشيو. التربة الكوهيسيف السلت أو الكلي الساتوريتد بتتقسم لكذا نوع طبقا للعلاقة، طبقا للأوسي آر الأوفر كونسوليديشن ريشيو أو العلاقة ما بين السيجما سي والسيجما نود. أول واحدة اسمها أوفر كونسوليديتد سويل. أوفر كونسوليديتد سويل دي السويل اللي موجودة في المنطقة دي، دي بيبقى الأوسي آر بتاعها أكبر، دي بيبقى الأوسي آر بتاعها أكبر من واحد. اللي فتح بس المايك يقفله والنبي، دي الـ OCR بتاعها بيبقى أكبر من واحد، بمعنى إن السيجما سي أكبر من السيجما نود. يعني أي تربة، أي تربة السيجما نود بتاعتها موجودة في المنطقة دي يبقى السيجما نود أقل من السيجما سي، فالـ OCR هيكون أكبر من واحد. دي بنسميها Over Consolidated Soil. دي معناها إيه؟ معناها إن التربة دي زمان عدى عليها ستريس أعلى من اللي بيأثر عليها دلوقتي، اللي هو زي مثل المعبد اللي قلت لكم ده. هي التربة دي زمان جه عليها سيجما سي اعلى ستريس عدى عليها زمان اكبر من اللي موجود عليها دلوقتي. ماشي، فدي بنسميها اوفر كونسوليديتد سويل، يبقى الافكتيف ستريس اللي موجود دلوقتي اقل من السيجما سي. ماشي، ودي المنطقه اللي بيبقى فيها الشارت عامل كانه كيرف. الكيرف ده هو كيرف، طبعا الستوب بتاع الكيرف بيتغير من نقطه لنقطه، بس احنا بنعتبر او عشان الكيرفتشر بتاعته ما بتبقاش كبيره قوي فساعات بنقربه لخط
والخط ده بيبقى ليه سلوب اسمه سي اس. فاكرين السلوب بتاع اللاين ده كنا قلنا كومبريشن اندكس سي سي، ده بيبقى ليه خط اسمه سي اس، وده بنسميه يا سويلنج اندكس يا اما ريكومبريشن اندكس، بيبقى ليه ميل تاني. اوكي، تاني حاجه من انواع التربه اسمها النورمالي لودد سويل. ايه النورمالي لودد سويل دي؟ النورمالي لودد سويل دي اللي الاو سي ار بتاعها بواحد، يعني الستريس الافكتيف ستريس اللي موجود عليها دلوقتي هو ده اعلى حاجه مرت عليها في تاريخها. الافكتيف ستريس اللي موجود دلوقتي هو ده اقصى ستريس جه على التربه دي في خلال تاريخها كله، ماشي؟ فدي بنسميها نورمالي لودد سويل، ماشي؟ الاو سي ار بتاعتها بما ان السيجما سي والسيجما نوت بقد بعض يبقى الاو سي ار بتاعتها بواحد، ماشي؟ النورمالي لودد سويل لما بنيجي نتعامل معاها بيبقى ليها سي 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 اللي هو الميل بتاع الخط ده. طبعا الايكويشن دي مش دقيقه 100%، بس دي كورليشن كده نقدر نجيب بيها قيمه تقريبيه لميل الخط ده للتربه، هي بتساوي 0.009 ليكويد ليميت بتاع التربه ناقص 10. دي كورليشن تقريبيه جاست فور كيس ان انا ما اديتلكش السي سي وانت محتاجها، هتلاقيني بدي لك الليكويد ليميت، فتقدر بالايكويشن دي تجيب قيمه تقريبيه للسي سي. تالت تربة اسمها الأندر كونسوليديتد سويل. يعني ايه أندر كونسوليديتد؟ اللي بقى الجزء ده، دي تربة الأو سي آر بتاعها أقل من واحد، بمعنى إن الإفكتيف ستريس اللي موجود عليها دلوقتي أكبر من السيجما سي. الإفكتيف ستريس الموجود عليها دلوقتي أكبر من السيجما سي. طب إزاي تبقى التربة دي عليها ستريس دلوقتي ها أعلى من أقصى حاجة مر عليها في خلال تاريخ التاريخ كله؟ ما هو كده يبقى هو ده الأعلى. لا، احنا اتفقنا ان السيجما سي دي اعلى ستريس اثر على التربه، والتربه حصل لها هبوط نتيجته، حصل لها كونسوليديشن نتيجته. فممكن يكون الافكتيف ستريس اللي موجود دلوقتي لسه اعلى حاجه عدى على التربه، بس لسه التربه بيحصل لها كونسوليديشن، لسه الكونسوليديشن نتيجته ما خلصش. فدايما بنلاقي ان التربه الاندر كونسوليديتد دي شغاله، دي تربه ماشيه within منطقه الكونسوليديشن. يعني التربه دي حاليا بيحصل لها كونسوليديشن نتيجه السيجما نود اللي موجود عليها دي، لسه الكونسوليديشن بتاعها شغال. فاهمين؟ يعني جه عليها سيجما نود، اللي احنا رحنا التربه دي لقينا عليها سيجما نود، بس التربه دي السيجما نود ده جاي عليها من فتره لسه ما خلصتش الكونسوليديشن بتاعه، فساعتها بنسميها اندر كونسوليديتد سويل. في الحقيقه احنا بنتعامل على مع التربه الاندر كونسوليديتد والنورمالي لودد زي بعض، نتعامل مع التربه الاندر كونسوليديتد سويل والنورمالي لودد زي بعض. فكتير قوي تلاقوا ممكن تلاقي اي حد بيقول لك ان التربه يا اما اوفر كونسوليديتد يا اما كل ده بيعتبره تبع النورمالي لودد، يعني ماشي. فعشان احنا بنعتبر، في ناس كتيره بتعتبر ان التربه من اول سيجما سي، اول ما نعدي سيجما سي التربه بقت نورمالي لود، بس هو الصح ان هي اوفر ونورمالي واندر كونسوليديتد، بس الاثنين دول البيهافير فيهم زي بعض، فالناس بتاخدهم حاجه واحده تسميها نورمالي لودد وخلاص، ماشي. طيب ازاي بقى نتعامل؟ انا ليه قلت الكلام بتاع اوفر كونسوليديتد واندر كونسوليديتد والكلام ده كله قبل ما ناخد الاكزامبل على السي سي والكلام ده؟ هنا انا حبيت احط لك اسوأ كيس، ان التربه السيجما نوت بتاعتها اقل من السيجما سي فهي اوفر كونسوليديتد، وفي نفس الوقت لما نحط الدلتا سيجما بقى هتبقى اعلى من السيجما سي، يبقى سيجما نوت بلس دلتا سيجما اعلى من السيجما سي، فبقت كانها نورمالي لودد. بقى في جزء من التربه اندر كونسوليديتد، وجزء من الحمل اندر، وجزء من الحمل نورمالي لودد، ماشي. ازاي نتعامل معاه؟ فانا عندي هنا طبقه، ادي نفس المساله اللي احنا اتكلمنا عليها، بس هنا مديني السي سي اللي هو بتاع النورمالي لودد سويل، والسي اس اللي هو بتاع الاوفر كونسوليديتد سويل، ومديني السيجما سي بتساوي كام، ومديني الاي نود بتساوي كام، ومطلوب مني ان انا احسب الهبوط. اتفقنا عشان نحسب الهبوط اول خطوه كده كده لازم نحسب السيجما نود ولازم نحسب الدلتا سيجما. فاحنا هنا حسبنا السيجما نود والدلتا سيجما كنا حاسبينهم قبل كده، نفس المساله فنفس الرقمين 87.5 و16.3. نستخدمهم ازاي بقى؟ ده الشكل بتاع الفويد ريشيو مع لوج السيجما، وده لوج السيجما سي اهو، ماشي. لو دخلنا على الشارت ده، طبعا انا ما عنديش حاجه ارسم بيها الشارت، انا مش مدين نتائج اختبار، انا بوريكم سكيماتيك كده المنظر عامل ازاي. ده شكل الشارت، ودي لوج سيجما سي اللي هي الفرق ما بين الكيرف وما بين الخط، ماشي. لما جينا نلاقي سيجما سي، هو في المساله قال لي ان السيجما سي اللي هو الاوفر كونسيديشن بريشر 95، ده اعلى حاجه مرت على التربه في تاريخ. حاليا هي عليها 87.5،
يبقى اقل، يبقى التربه الاو سي ار بتاعها اكبر من واحد ماشي، والتربه اوفر كونسوليديتد، فيبقى اهو ادي السيجما نوت اقل من السيجما سي. طب لما حطيت ال 16.3 اللي هو الدلتا سيجما لقيناها ان هي زادت عن ال 95 وصلت ل 103، فلوج سيجما نوت بلس دلتا سيجما بقت اعلى من لوج سيجما سي، فبقى عندي منطقه هنا في جزء منها كيرف ودي جزء منها خط. فالايكويشن هتتقسم جزئين، ايكويشن لمنطقه الكيرف وايكويشن لمنطقه الخط. يبقى الهبوط بقى اللي هيحصل في السويل، والايكويشن دي ممكن تحفظوها لو عايزين، الهبوط اللي هيحصل للسويل الدلتا اتش بيساوي اتش اللي هي الهبوط الاصلي بتاع التربه مقسوم على واحد زائد اي نوت الانيشال فويدز ريشيو ماشي، كان المفروض بنعمله سي سي مضروبه في سي سي لوج سيجما نوت بلس دلتا سيجما، ده الكلام ده اللي احنا قلناه. هنا عشان في عندي منطقتين بميلين مختلف فقسمناها، بقت سي اس في لوج السيجما سي على السيجما نوت زائد السي سي في لوج سيجما نوت بلس دلتا سيجما على السيجما سي. انا عشان المحاضره بس وقتها خلاص بيخلص، فالكيرف الايكويشن دي جت منين هخلي المعيدين في السكشن يقعدوا معاكم فيها خطوه خطوه يفهموكم الايكويشن دي جت منين، بس احنا هنا ممكن نطبق فيها على طول. هنطبق في الايكويشن اتش اللي هي الهبوط السمك الاصلي بتاع طبقه التربه اللي هو 3 متر ماشي، اهو اتش اللي هو السمك الاصلي بتاع التربه 3 متر، 1 زائد اي نود الاي نود بتاعه السويل كانت جيفن في المساله 1.9 يبقى 1 بلس 1.9 في السي اس دي جيفن 0.1 في لوج السيجما سي جيفن 95 السيجما نود احنا حسبناه ب 87.5 زائد السي سي بنص ودي جيفن في لوج السيجما نود بلس دلتا سيجما احنا حسبناها 103.8 مقسومه على السيجما سي اللي هي 95. من هنا يطلع لي الهبوط الكلي، نعوض في الايكويشن يطلع لي الهبوط بتاع العيق بتاع التربه 2.3 سنتيمتر ماشي. بس هنا ايه هي الفكره، ان في منطقه اهي ليها ميل ومنطقه ليها ميل تاني، فلازم المنطقه اللي ليها ميل الاولاني اهي ومنطقه اللي الميل التاني اهي ماشي. قبل ما اخر سلايد هنتكلم فيها، حد مش فاهم اللي انا قلته؟ حد عنده سؤال يا شباب؟ يتكلم على طول، رفع ايده يتكلم. اللي رفع ايده يتكلم على طول يا جماعه. باشمهندس عمر، اوكي. طب اخر حاجه هنتكلم عليها واقول لكم عشان الوقت، دي هناخدها مع المحاضره الجايه، هي سلايد واحده اللي باقيه ناخدها مع المحاضره الجايه مش مشكله. طب بصفه عامه كده يا شباب لغايه دلوقتي يعني قبل ما نمشي من المحاضره، في حد عنده سؤال في اي حاجه قلناها النهارده؟ دكتور. نعم. هو سؤال قديم شويه بس. كان في سلايد ورا واحنا بنحدد اللي هو اعلى حمل على جود حصلت على التربه ما جاتش عند الـ عند الـ عند الـ النقطه الفاصله بين الخط والكيرف. لا ده رسم على الباوربوينت انا راسمها كده، دي تمام مش يعني هي هتيجي. هي دي اللي بتحدد لك اصلا النقطه، انت وانت بترسم مش هيبان لك يعني، لما نتائج المعمل فعليا لما بتيجي ترسمها ما بيبان لكش النقطه الفاصله بين الكيرف والخط فين، انت بيبان لك انه كيرف واخر شويه بيبان لك انه خط، فاهم قصدي؟ فما بتبقاش ظاهره زي ما انا رسمها كده بالظبط يعني. مين عنده سؤال تاني؟ حد عنده اي سؤال تاني؟ طب دكتور، هو الاختبار اللي هو الاودوميتر ازاي حدد لي كونسوليديشن بتاع عينه تربه في خلال 48 ساعه، وده بيحصل في على على مدار سنين؟ هي العينه السمك بتاعها قد ايه؟ 19 مللي. 19 مللي في يعني الميه هتخرج من عينه 19 مللي، رفيعه قوي، فالميه مش محتاجه تمشي مسافه كبيره عقبال ما تخرج بره من السويل، فاهم؟ يعني هي مترتبه على ابعاد العينه يعني. طبعا في الواقع التربه بقى قد ايه؟ 5 متر 6 متر 10 متر 3 متر 100 ايه؟ يعني تقدر تقول مثلا 100 ضعف، 100 ضعف على الاقل او 200 ضعف العينه، صح؟ تمام. فاكيد التايم اللي بناخده بيبقى اكبر بكتير جدا.
هي اصلا المحاضره الجايه ان شاء الله هنتكلم مع بعض، هي محاضره قصيره مش طويله زي بتاعه مراتي، هنتكلم بقى في موضوع التايم، ازاي نحسب الزمن اللي بياخده الكونسوليديشن وبيعتمد على ايه ماشي، وازاي نحسب الكونسوليديشن عند اي زمن معين، فدي هتبين لك الجزء اللي انت بتقوله ده اكتر. تمام، شكرا يا دكتور. مفيش حاجه. شباب حد عنده اي سؤال تاني؟ تمام يا دكتور. ماشي خلاص، يلا بالتوفيق. شكرا.